بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المرسل رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة، الحضور الكريم، حياكم الله وبياكم. معكم محدثكم عدنان قلعجي من فريق التقديم في منصة أريد العلمية. أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء العلمي المتميز، حيث سنتناول معا موضوعا بالغ الأهمية والحيوية في عالم اليوم، ألا وهو الصورة الذهنية وإدارة السمعة. يسرنا اليوم أن نستضيف واحدا من أبرز المتخصصين في هذا المجال، الدكتور عقبة عبد النافع العلي. والدكتور عقبة العلي سوري الأصل، مقيم بالمملكة العربية السعودية، وهو صاحب مسيرة علمية حافلة ومعروفة. حصل الدكتور عقبة على درجة الماجستير والدكتوراه في الإعلام والعلاقات العامة والإعلان، ودبلوم عالي في الاقتصاد، وبكالوريوس في إدارة الأعمال. يشغل الدكتور عقبة حاليا منصب المدير التنفيذي لشركة السمو الدولية للعلاقات العامة وإدارة الفعاليات، وهو باحث ومتخصص في العلاقات العامة والإعلام، كما يعد خبيرا في إدارة وتخطيط وتنظيم الفعاليات. إلى جانب ذلك، يعمل الدكتور عقبة كمدرب ومحاضر ومستشار، وعضو في عدد من الجمعيات المهنية العربية، وعضو هيئة التحرير في المجلة الأفرو آسيوية. ومن إنجازاته العلمية صدر له كتاب بعنوان العلاقات العامة، النظريات والممارسات، إلى جانب العديد من المقالات والأبحاث العلمية المنشورة في مجلات متخصصة. كما كان له حضور بارز كمتحدث في أكثر من مؤتمر علمي في البحرين والسعودية. في هذه المحاضرة سيقدم لنا الدكتور عقبة العلي رؤى عميقة ومفيدة حول كيفية بناء وإدارة الصورة الذهنية والسمعة في عالم الأعمال والإعلام، وأهمية هذا الموضوع في تحقيق النجاح والتميز. نحن على يقين بأن محاضرتنا اليوم ستكون مليئة بالمعلومات القيمة والتجارب المثيرة التي ستعود علينا جميعا بالفائدة. أهلا وسهلا بكم، ومرحبا بالدكتور عقبة العلي، ونرجو لكم وقتا ممتعا ومفيدا. تفضل سعادة الدكتور، الصلاحية معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد حياكم لله رب وأهلا وسهلا. العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من فضلك علما. مرحبا بكم زملائي الأكارم في محاضرة اليوم عن بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة التي تنظمها منظمة أريب، والأستاذ عدنان والأستاذ أحمد مشكورين، جزاهم الله خيرا. سنتناول في هذه المحاضرة المحاور التالي. سنتحدث بداية عن مفهوم من الصورة الذهنية والسمعة وأبعاد الصورة الذهنية وأبعاد السمعة، ومما تتشكل الصورة الذهنية، والفرق ما بين السمعة والصورة الذهنية، بين السمعة والصورة الذهنية، وأهمية الصورة الذهنية والسمعة، وخطوات بناء الصورة الذهنية والسمعة أيضا، وكيف سنقيس السمعة والسمعة الإلكترونية أو السمعة الرقمية. وسنستعرض في نهاية المحاضرة بعض التقارير الصادرة عن المنظمات والمعاهد العالمية بخصوص السمعة. وإن كان هناك متسع لنا الوقت في نهاية المحاضرة، سنتحدث أيضا عن إدارة الأزمات الخاصة بالسمعة. بسم الله نبدأ. بداية دعونا نوضح أمر في غاية الأهمية، وهو علاقة إدارة الصورة الذهنية أو إدارة السمعة بتخصص العلاقات العامة. كما هو معلوم للجميع، العلاقات العامة هي أحد المجالات التي أصبح لها قبول متزايد منذ بداية القرن العشرين، وذلك لمساعدتها وبناء سمعة المنظمة الوطنية أو الجمهور الخارجي. ويرجع ذلك إلى تعاظم الرأي العام وأهمية الرأي العام مع بداية مطلع القرن العشرين، مما جعل المنظمات تتسابق إلى كسب ثقة الجماهير وتأييدها. وأيضا تقوم العلاقات العامة بمجموعة من الوظائف الاتصالية التي تستهدف الاتصال بالجمهور، وتقدم المعلومات التي تمكن الجمهور من تكوين رأي عام صحيح تجاه المنظمة، وبناء صورتها الذهنية وتعزيز سمعتها.
ولا سيما أثناء تعرضها للمخاطر والأزمات. لذلك تعد العلاقات العامة حجر الأساس في تشكيل الصورة الذهنية وتكريس سمعة طيبة عن المنظمة لدى الجمهور. وقد عرف المعهد الملكي لبريطانيا العلاقات العامة CIBR، وهو أعلى جهة تشريعية في العلاقات العامة. عرف العلاقات العامة بثلاث كلمات: إدارة السمعة بفاعلية. وهذا تعريف الحقيقة اختصر أو يعبر والمتعلق على وهو المتعلق بالسمعة، وهو نتيجة لما تفعله المنظمة وما تقوله وما يقوله الآخرون عن المنظمة. أعتقد البرزنتيشن خرج، خلينا نرجع عن المشاركة الآن. نعم دكتور، والصوت يعني ليس واضحا تماما، يا ريت لو في طريقة مثلا نستطيع انه ما أسمعك يكون سؤال افضل. آخر. اقول الصوت غير واضح دكتور، اسمعني الآن. اي اسمعك اسمعك، نعم اقرب من الحقيقه، ما عندي الوسائل التقنيه، اعذرني اتكلم من الموبايل. تمام، على بركة الله إن شاء الله. تفضل دكتور. تمت المشاركه ولا لسه بعد ما لا، ما ظهرت إلى الآن، ما ظهرت. نعم الآن دكتور، نعم. تمام. كنا نتحدث عن تعريف العلاقات العامة، أو التعريف الذي عرفته المعهد البريطاني للعلاقات العامة، بأن العلاقات العامة هي إدارة السمعة، بفاعلية. لذلك هذا التعريف اختصر كثير من التعاريف السابقة الخاصة بالعلاقات العامة، وهو الحقيقة أن يعبر عن جوهر عمل العلاقات العامة والمتعلقة بالسمعة. ما هي الصورة الذهنية؟ هناك اعتقاد سائد لدى الكثير من الناس بأن الصورة الذهنية هي عبارة عن الإعلام، أو إن وجد أو وجدنا أنفسنا في الإعلام فهذه هي الصورة الذهنية. مثلا أن ننشئ حساب في وسائل التواصل، في تويتر مثلا، أو نرفع فيديو على المنصات، أو ننشر في الصحافة، أو نطلع في التلفزيون. يمكن الكثير يعتبر أن هذه هي الصورة الذهنية، ولكن في الحقيقة الصورة الذهنية ليست كذلك، وهي ليست كلام فقط في الهواء، بل هي ثقافة وممارسة أعمق من ذلك بكثير. إذا ما الذي نقصده بالصورة الذهنية؟ من أوائل من تناول حقيقة عن مفهوم الصورة الذهنية من الناحية المهنية هو والتر ليبمان، طبعا من خلال كتابه الرأي العام الذي نشر في عام 1922، وهو بالأصل كاتب صحفي أمريكي وأحد المناظرين في أفكار الرأي العام وثقافة الجمهور. وأصبح معه مفهوم الصورة الذهنية أساسا لتفسير الكثير من عمليات التأثير التي تقوم بها وسائل الإعلام وتستهدف بشكل رئيسي ذهن المتلقي. ويعرف الصورة الذهنية بأنها هي الانطباع الذهني لدي أو لديك عن شيء معين. قد يكون هذا الشيء شخص، أو قد تكون منظمة أو مؤسسة أو قضية ما أو فكرة ما. وهذا الانطباع يتشكل من خلال مواقف أو عدة مواقف، قد تكون مواقف إيجابية أو قد تكون مواقف سلبية، وبالتالي قد تتشكل صورة ذهنية خاطئة عن الفرد أو صورة ذهنية صحيحة نتيجة لهذه المواقف وهذه الانطباعات. وهناك أيضا عدة تعريفات للصورة الذهنية عرفها بعض المختصين، فمنهم هارفي ماركس قال بأن هي إجمال الانطباعات الذاتية للجماهير عن المنظمة، وهي انطباعات عقلية غير ملموسة تختلف من فرد إلى آخر، وهي المشاعر التي تخلقها المنظمة لدى الجماهير بتأثير ما تقدمه للجمهور من منتجات أو خدمات، وما تفرضه العلاقات مع الجمهور ومع المجتمع. والاستثمار في النواحي الاجتماعية ومظهر المنظمة الإداري، وتندمج جميع تلك الانطباعات لتكوين صورة ذهنية كلية عن المنظمة. أما روبنسون وبارلو فقد عرفاها بأنها هي الصورة العقلية التي تتكون في أذهان الناس عن المنظمة
أو عن التنظيم أو العلامة التجارية، وقد تكون الصورة من التجربة المباشرة أو غير المباشرة. وقد عرفها جيمس جراي بأنها هي الانطباعات والمدركات الكلية للجماهير المتعددة للمنظمة تجاه أعمالها، وتشكل هذه الانطباعات مواقف الجماهير أو جماهير المنظمة سواء الداخلية والخارجية تجاه هذه الانطباعات. وعرف أستاذنا الدكتور علي عجوة بأنها هي الناتج النهائي للانطباعات الذاتية للأفراد أو الجماعات إزاء منظمة ما، وتتكون هذه الانطباعات من خلال التجارب المباشرة أو غير المباشرة، وترتبط بعواطف الأفراد واتجاهاتهم وعقائدهم. ومن التعريفات السابقة وبشكل مختصر يمكن أن نلخص الصورة الذهنية بأنها هي الخريطة التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يفهم ويدرك ويفسر الأشياء، أي تبنى الصورة الذهنية إما بطريقتين، إما بشكل مباشر من خلال احتكاكنا أو احتكاك الفرد اليومي مع بقية الأفراد أو الأنظمة أو القوانين، أو عن طريق الإيحاء من خلال سلوكيات وسلوكيات الأفراد الآخرين. وهذا الانطباع الذهني لا يتولد بيوم وليلة، ولا يترسخ ويتعزز إلا عبر مشاريع وجهد، ويترسخ بطريقة احترافية من خلال إدارة عدد مسؤول عن هذه الأمر وإدارة العلاقات العامة في المنظمة. دعونا ننتقل إلى محور آخر، وهو أبعاد الصورة الذهنية. للصورة الذهنية في طبيعة الحال ثلاثة أبعاد أو مكونات أساسية: البعد المعرفي، ويقصد به المعلومات التي يدرك من خلالها الفرد موضوعا أو قضية أو شخصا ما أو علامة تجارية ما، ويستطيع أو تعتبر أو يمكن اعتبار هذه المعلومات هي الأساس التي تبنى عليها الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن الآخرين وعن الموضوعات أو القضايا المختلفة. وبناء على دقة هذه المعلومات والمعارف التي تحصل عليها من الآخرين، تكون هناك دقة الصورة الذهنية التي نكونها عنه. ووفقا للمعيار أو البعد المعرفي للصورة الذهنية، فإن الصورة الذهنية المغلوطة المتكونة لدى الأفراد ناتجة أساسا عن المعلومات والمعارف الخاطئة التي حصل عليها. البعد الآخر أو البعد الثاني هو البعد الوجداني، ويقصد به الميل بالإيجاب أو السلب تجاه موضوع ما أو قضية ما أو شخص ما أو حتى شعب ما أو دولة ما أو علامة تجارية ما، في إطار مجموعة من الصور الذهنية التي يكونها الأفراد عنهم. ويتحدد الجانب الوجداني والمعرفي أيضا ممكن أن يتحدا مع مرور الوقت، وتتلاشى المعلومات والمعارف، وتتسرب التصورات الوجدانية في الأذهان، لتشكل بدورها آراء واتجاهات بين الأفراد فيما بينهم. ويتدرج البعد الوجداني حقيقة ما بين الإيجابية والسلبية، ويؤثر فيه مجموعة من العوامل، من أهمها حدود توافر مصادر المعرفة وخصائص الشعوب من حيث اللون والجنس واللغة والثقافة، فاختلاف هذه الخصائص يسهم في بناء اتجاهات سلبية أو إيجابية أو تجانس ما، يسهم في بناء صورة ذهنية. البعد السلوكي، في كثير من الأحيان الصورة الذهنية تمكننا من التنبؤ بسلوك الأفراد، فسلوك الفرد يعكس طبيعة الصورة المتشكلة لديه حول شخص ما أو منظمة ما أو حتى قضية ما أو فكرة ما. على سبيل المثال، هناك قاعدة فقهية تقول إن الحكم على الشيء فرع من تصور. دعونا ننتقل إلى المحور الثالث في محاضرة اليوم، وهو كيف تتشكل الصورة الذهنية. في الحقيقة تتشكل الصورة داخلية أو خارجية، وقد يكون للمنافسين أيضا دور في رسم هذه أو تشكيل هذه الصورة. والمنظمة في بعض الأحيان قد تتحكم في بعض العوامل وقد لا تتحكم. فقد تتشكل الصورة الذهنية عن المنظمة بطريقة عشوائية، وذلك بحسب تجارب الآخرين وكل ما يراه
كلهم بحسب تجربتهم وانطباعهم، وقد يكون هذا الانطباع جيد أو يكون سلبي. لذلك ممكن أن تتشكل الصورة نتيجة تجارب أو الانطباعات التي نستقبلها نحن عن المنظمة، وقد يكون هذه التجارب مباشرة من خلال الاحتكاك المباشر والمتكرر الذي يتكون معه انطباعات ذاتية عن شخص أو منظمة أو فكرة أو دولة ما، ومن ثم تتشكل الصورة الذهنية عنه. وعادة تكون هذه الخبرة المباشرة أقوى في تأثيرها على عقلية الفرد وعواطفه من طبعا التجارب غير المباشرة التي سنتحدث عنها لاحقا. لذلك تقع مهمة التأثير في انطباعات الجماهير على عاتق الموظفين أو العاملين في المنظمة من خلال تعاملهم المباشر مع الجمهور، أو قد تتشكل من خلال التجارب غير المباشرة بحيث تتكون الانطباعات نتيجة ما يقوله لنا الأصدقاء أو المعارف أو الأقارب أو وسائل الإعلام في كثير من الأحيان عن المنظمة. وحقيقة وسائل الإعلام تلعب دور أساسي في تكوين الانطباعات التي تشكل بالنتيجة صورة ذهنية عن المنظمة أو الفكرة أو الدولة. أو قد يبني الصورة الذهنية في كثير من الأحيان عن المنافسين والخصوم. فأحياناً بعض الأخطاء التي تقع فيها المنظمة أو الأخطاء البسيطة تضخم من قبل الخصوم والمنافسين، وفي بعض الأحيان أيضا يقوم المنافسين والخصوم بنشر الشائعات حول المنظمة بهدف تشكيل صورة ذهنية سيئة. وفي طبيعة الحال إن تشكيل صورة ذهنية ناجحة أو إيجابية عن المنظمة يقع على عاتق المنظمة نفسها، وإدارة العلاقات العامة في تلك المنظمة تحديدا هي المسؤولة عن رسم وبناء وتعزيز تلك الصورة الإيجابية للمنظمة، وذلك طبعا عبر عدة أنشطة وبرامج اتصالية متكاملة ومنسقة وفعالة. وهذا يتوقف على كفاءة ومهارة إدارة العلاقات العامة وفي استخدامها للأساليب العلمية في توصيل الحقائق وشرح وجهات النظر للجماهير المتعاملة مع المنظمة. السمعة، يستغرق المنظمة أو العلامة التجارية لبناء السمعة 20 عام، بينما لا يحتاج إلى أكثر من 5 دقائق لخسارة هذه السمعة. إذا فكرنا في هذا الأمر جيدا أكيد سنفعل الأشياء من شكل مختلف وبطريقة مختلفة. هذه المقولة للمعبرة حقيقة للملياردير الأمريكي وارن بافيت، وهو أحد أشهر الأثرياء في العالم، وهو رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركة بريكشير هاثواي، ويعتبر من أحد منظمي الإدارة أيضا. ويمكن أيضا تمثيل السمعة بشجرة، فهي تحتاج إلى سنوات طويلة لكي تنمو ولكي تثمر، ولكن لا يحتاج قطعها إلا دقائق قليلة. لذلك فإدارة السمعة من أكثر الموضوعات أهمية في عصرنا الحالي، ليس على مستوى المنظمات أو العلامات التجارية فحسب، بل على مستوى الدولة التي باتت تسعى إلى إعادة صياغة سمعتها عالميا. في الحقيقة الكثير من المختصين في مجال العلاقات العامة يعتبرون أن السمعة هي بمثابة جوهر التاج التي تكلل جهود المنظمة وتحدد مسارها نحو النجاح أو نحو الفشل، وهي تعتبر أيضا من أثمن الأصول الغير ملموسة أو الغير مادية التي تمتلكها المنظمات والأفراد. بل وأصبح للسمعة أصبح أيضا السمعة هي رصيدا استراتيجيا للمنظمات والعلامات التجارية. فالمنظمة التي تتمتع بسمعة جيدة قادرة على تمييز نفسها عن بقية المنافسين، وبالتالي جذب الاستثمارات والاحتفاظ بالموظفين والاحتفاظ بالعملاء والمستفيدين وحاملي الأسهم، وتحقيق مستويات أعلى من الرضا والولاء تجاه المنظمة أو العلامة التجارية وتجاه منتجاتها أو خدماتها. فعلى سبيل المثال شركة أبل قيمتها الآن أو قيمتها الأكبر ليس في المنشآت أو في المنتجات أو في خطوط الإنتاج أو المصانع، بل قيمتها الأكبر في البراند أو العلامة التجارية
أو السمعة التي تمتلكها، وهي القيمة الأكبر من قيمتها السوقية، أكبر من الأصول المادية. هناك دراسة في عام 2018 قام بها مركز دراسات أبحاث في أمريكا، وعمل دراسة على أهمية السمعة بالنسبة للمنشآت على عينة من 20,000 شخص. سألوهم سؤالا: هل تستطيع أن تشتري منتج ما بناء على فقط على السمعة؟ البرزنتيشن ما زال موجود استاذ عدنان؟ معلش، يبدو عندي مشكلة في الاتصال. أنا نعم، من ذهب العرض دكتور، العرض التقديم توقف. يا أنا عندي مشكلة في النت في الجهاز الآخر. معلش ثواني يا طيب، أستاذ، ثواني. إن أحببت أن ترسله لي وأنا أعرض من عندي فأنا جاهز إن شاء الله. الآن تم المشاركة. نعم، بدأ يظهر دكتور. نعم، نعم دكتور، تفضل. تعريف السمعة. طيب تمام، كنا نتحدث عن الدراسة التي أجريت في أمريكا، كانت عينة على 20 شخص. تم سؤالهم سؤال: هل تستطيع أن تشتري منتج ما بناء على السمعة فقط؟ كان 60% من هؤلاء الأشخاص قد أبدوا رضاهم واستعدادهم بأن يشتروا المنتج دون تدقيق، فقط من خلال سمعة الشركة، بل وأنهم أوصوا الأصدقاء والمعارف بأن يشتروا المنتج كذلك بنفس الطريقة. لذلك الكثير من الناس يسوق إلى أو يعرف الآخرين بالشركة أو المنظمة أو العلامة التجارية، ويساعد في تعزيز سمعته. فالسمعة في الحقيقة تبدأ من سلوك وقرارات الموظفين والقادة والأفراد في تلك المنظمة، والالتزام بما هو معلن من قيم تلك المنظمة والتزامها تجاه عملائها وتجاه الجمهور وتجاه المجتمع. وأيضا تعتمد على جودة الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك المنظمة أو العلامة التجارية. لقد وردت عدة تعريفات للسمعة، معظمها ركز على 3 معايير. المعيار الأول باعتبار أن السمعة وعي، ويقصد بها هنا من هم لديهم وعي بالمنظمة وهم أصحاب المصلحة أو العملاء والمتعاملين مع العلامة التجارية أو المنظمة، أو اعتبار أن السمعة كتقييم، ويقصد بها تقييم المنظمة من قبل المراقبين كتقييم الآثار المادية والاجتماعية والبيئية والأداء المالي على سبيل المثال، والمسؤولية المجتمعية للمنظمة. وأيضا كاعتبار السمعة كثروة، وهي تدمج ما بين الوعي والتقييم اللذان يمنحان أهمية للمنظمة تساهم في تحقيق ميزة تنافسية. من هذه التعريفات نذكر بعضها. فقد عرف بانتي بأن سمعة المنظمة تمثل مجموعة الأحكام المتراكمة عبر فترة زمنية من قبل المنظمات المنافسة، وتتعلق تلك الأحكام بالأعمال الجوهرية للمنظمة والنتائج التي حققتها المنظمة في البيئة الداخلية والخارجية لها بالشكل الذي يحقق الولاء لعملاء المنظمة. وأيضا عرفها كونري بأن وهو طبعا أحد علماء السمعة على أنها أصل غير ملموس يتطلب إدارته وجود قنوات اتصال فعالة مع العملاء وتعد مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة أفضل قنوات عن المنظمة لديها عملائها. أما مارتيز فقد قال بأن سمعة المنظمة عبارة عن تخمينات في أذهان عملاء المنظمة والجمهور. إذا السمعة هي مزيج ما بين 3 مكونات: أولا المكون الإدراكي والمعلوماتي أو المعرفي،
والمكون العاطفي أو النفسي والمكون السلوكي أو المكون العملي. وهي أيضا عملية نسبية تتأثر بثقافة الفرد ومدى ثقافة الفرد والمجتمع ونظرته وطريقة نظرته إلى المنظمة. ويمكن تخليص ما تقدم من تعريف بأن السمعة هي الصيت، وهي تتكون من التجربة الفعلية عن المنشأ، وهي الصورة الرائعة والجميلة التي يرى الناس بها المنظمة، وهي تشمل كل من الصورة الذهنية والعلامة التجارية والهوية المؤسسية المجتمعية. في الحقيقة للسمعة سبعة مفاتيح أو سبعة أبعاد رئيسية تساهم أو تكون بالتالي سمعة المؤسس. ومن هذه المفاتيح، المفتاح الأول هو جودة المنتجات والخدمات. عادة ما تعرف المنظمات أو العلامات التجارية من خلال ما تطرحه من منتجات أو خدمات تقدمها للجمهور. لذلك يبني الجمهور تصوراته عن المنظمة من خلال جودة تلك المنتجات والخدمات ومدى قيمتها. المفتاح الثاني وهو الابتكار المستمر. فوجود إدارة متخصصة في موضوع الابتكار والتطوير والأبحاث في المنظمة عامل مهم جدا في استمرارية المنظمة وتعزيز مكانتها في السوق أو المجتمع بشكل عام، واحترام العملاء لها وإعجابهم بها. على سبيل المثال، يمكن في كثير من العلامات التجارية نتيجة توقف الابتكار والإبحاث والتطوير خرجت من السوق. ممكن نوكيا كانت أو كودك كانت أحد هذه العلامات في السابق. لذلك وجود الابتكار والتطوير والأبحاث تعين أو تساعد أو تشكل وعي الجمهور بهذه المنظمة أو العلامة التجارية وبأنها متطورة أو مواكبة لما يحدث من متغيرات تقنية حديثة. المفتاح الثالث هو بيئة العمل، أو ما يسمى يمكن تسميته بسعادة الجمهور الداخلي أو التواصل الداخلي. طبعا الناس بشكل عام تحترم المنظمات التي توفر بيئة عمل جيدة لموظفيها وتنفيذ برامج مستمرة للتواصل الداخلي وتحقق الأمان الوظيفي والعمل على تطوير الكفاءات الموجودة لديها ومدى الاحتفاظ بها. طبعا في الماضي كان ينظر إلى سعادة الموظفين كشيء من الرفاهية غير مطلوب، ولكن في الحقيقة هي عامل مهم جدا وحيوي أن يشعر الموظف أو موظف المنظمة بالسعادة والراحة والعدل والإنصاف، لأن هذا ينعكس عن ولاء ينعكس على طريقة ولائه للمنظمة، وينعكس جدا في تفانيهم وحرصهم على العمل وفي طريقة تعاطيهم داخل المنظمة والكلام عن المنظمة خارج مكان العمل. في السنوات الأخيرة نجد أن كثير من الشركات أوجدت ضمن هياكلها التنظيمية ما يسمى بإدارة التواصل الداخلي، وفي بعض الأحيان تكون تابعة لإدارة العلاقات، أو في بعض الأحيان الأخرى تابعة لإدارة الموارد البشرية كل حسب نشاط أو حجم المنظمة. وهناك أيضا في بعض الوزارات قد أنشأوا موظف للسعادة أو قسم لسعادة الموظفين. لذلك البحث عن سعادة الموظف أو كما يسمى السفراء لسمعة المنظمة في المجتمع. المفتاح الرابع وهو الحوكمة أو السياسات المتبعة في الشركة. تعد أو المنظمة تعد حوكمة الشركات من الموضوعات المهمة في عصرنا الحاضر، وهي منهج إصلاحي وآلية عمل تعزز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتحديد الأدوار والصلاحيات لكل من المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمستثمرين وحاملي الأسهم. وبالتالي يعكس بعد الحوكمة تصورات أصحاب المصلحة والعملاء عن المنظمة، هل باعتبارها أخلاقية وعادلة وشفافة. المفتاح الخامس هو المسؤولية الاجتماعية، أو كما يسمى في بعض الأحيان
بالمواطنه. طبعا للمسؤوليه الاجتماعيه لدى المنظمات دور كبير في عمليه اثراء المجتمع التي تنتمي اليه من خلال التفاعل الاجتماعي معهم. وفي احصائيه ضمن نشرتها مجله فوربس في عام 2019 ان 70% من المستهلكين يعتقدون ان من المهم للعلامه التجاريه اتخاذ موقف عام تجاه القضايا الاجتماعيه او السياسيه الراهنه، وان 66% من اولاد المستهلكين يريدون ان تتخذ، ليس عليهم ان تتخذ بل يريدون منها ان تتخذ موقفا تجاه تلك القضايا الاجتماعيه. وان السبب في ذلك هو اعتقادهم بان العلامه التجاريه يمكن ان تحدث تغيير حقيقي تجاه بعض القضايا الاجتماعيه. وهذا ممكن نراه في كثير من البلدان، أن كثير من المنظمات أو حتى العلامات التجارية والشركات الكبرى لها أثر اجتماعي كبير على المجتمع. في السعودية هناك دراسة في 2015 وجدت أن ما يقرب من حوالي 60%، يمكن الآن أصبح العدد أكبر من هذه النسبة بكثير، أن 60% من الشركات السعودية قامت بإنشاء قسم أو إدارة خاصة بالمسؤولية المجتمعية. في الحقيقة هناك نماذج رائعة في المجتمع السعودي تحديدا، كوني أعيش في السعودية، لمبادرات مجتمعية مثل مبادرة عبد اللطيف جميل، أطلق مبادرة اسمها مبادرة باب رزق جميل. كان الهدف من المبادرة هو المساعدة والمساهمة في تخفيض حجم البطالة، فقام بإنشاء معاهد أو معهد للدهان والسمكرة، لأنه في الأصل هي نشاط هذه الشركة في قطاع السيارات، وأن يكون هدف المعهد التدريب المهني المنتهي بالتوظيف في أحد مصانع الشركة. وكذلك قام أيضا بإنشاء في القاهرة مركز إقليمي لتعليم الحرف الإسلامية. مثل هذه المبادرات في المجتمع ترفع من سمعة المنظمة أمام الناس وأمام المجتمع بشكل عام. وكما نرى فإن موقف العلامة التجارية أو المنظمة وراء القضايا الاجتماعية يدفع الجمهور والمستهلكين للوقوف مع قيم العلامة التجارية والمنظمة ويعزز من سمعتها. ولكن من المهم جدا أن تأخذ المنظمة في عين الاعتبار أن يكون النشاط الاجتماعي الذي تقدمه أصيلا في قيمها، ولا يكون مجرد حيلة تسويقية، لأن الجمهور في الحقيقة لديه وعي، أصبح لديه وعي كبير للتعرف بسهولة على المنظمات أو العلامات التجارية التي تستخدم النشاط الاجتماعي كحيلة تسويقية أو لجني الأرباح في بعض الأحيان. الآن نرى من الواضح أن المسؤولية الاجتماعية أو المواطنة في الشركات لها أثر إيجابي على رضا الموظفين وولائهم ورضا الجمهور والمجتمع بشكل عام. وهذا أيضا يتيح للمنظمة التواصل مع الجمهور على مستوى عاطفي وتحقيق الشعور بالانتماء لهذا المجتمع، وبالتالي بناء صورة ذهنية. بل وأصبحت المواطنة والمسؤولية الاجتماعية هي عامل تمييز تنافسي ما بين المنظمات. وأيضا يمكن إضافة هنا موضوع الاستدامة، وذلك نتيجة تطور لدى الجماهير في الوعي البيئي. لذلك اهتمام المنظمات أو العلامات التجارية ازداد في الفترة الأخيرة في موضوع الاستدامة. المفتاح السادس هو القيادة. إن وجود فريق إداري احترافي وقيادات أو رؤساء تنفيذيين متميزون لدى المنظمة، هذا بطبيعة الحال يلعب دورا محفزا مهما لنيل الإعجاب والثقة بالمنظمة أو العلامة التجارية. فوجود هذا القائد الملهم له دور كبير في تعزيز السمعة. فمثلا على سبيل المثال، عندما نذكر شركة آبل، يتبادر إلى ذهننا في طبيعة الحال ستيف جوبز، هذا الرجل الذي كان له دور كبير جدا في صياغة آبل بشكلها الحالي، أو كان منظمة لتكون بالشكل الريادي. ويمكن أيضا في بعض الأحيان أن يكون للقائد دور سلبي في سمعة المنظمة، قد يؤثر على سمعته، كما حصل مع شركة نيسان في قضية الرئيس التنفيذي السابق كارلوس غوسن، حيث أثر بشكل كبير بالطبيعة على سمعة نيسان. المفتاح السابع والأخير من المفاتيح أو الأبعاد السمعة الذهنية
هو الأداء المالي للمنظمة والأرباح التي تحققها المنظمة على المدى الطويل، وقيمتها وقيمة أسهم المنظمة في سوق المال. هذا مؤشر ومفتاح وبعد أيضا يؤثر على سمعة المنظمة. وأيضا هناك ثلاثة أبعاد ممكن إضافتها في بعض الأحيان حسب نشاط أو عمل المنظمات والعلامات التجارية، كالتواصل مع الجمهور، لأن في الحقيقة التواصل مع الجمهور مهم جدا، فلا توجد منظمة منعزلة عن الجمهور بطبيعة الحال. لذلك في كثير من الأحيان بعض المنظمات تقوم بتخصيص موظف أو وحدة أو إدارة لمهمة التواصل مع الجمهور كخدمة عملاء أو الرد على استفسارات الجمهور، وذلك لتحافظ على تواصل جيد وعلاقات جيدة مع الجمهور. وأيضا على مستوى الدول يعتبر الآن مؤشر جودة الحياة والرفاهية من العوامل المهمة جدا في بناء سمعة الدول. وهنا يعد هذا البعد من أو يحظى باهتمام متزايد في من قبل الدول في السنوات الأخيرة، وبات أيضا ميزة تنافسية ما بين تلك الجهات أو المنظمات. أيضا يمكن إضافة البعد أو البعد الثالث أو البعد التاسع إذا العاشر إذا صح التعبير، وهو تحسين تجربة العميل. طبعا تحسين تجربة العميل عبر نقاط الاتصال ما بين المنظمة وعملائها، مما يخلق سمعة طيبة. لذلك نجد الآن مقياس تقوم به خاصة الجهات الحكومية، وهو تجربة مدى نجاحها في تجربة العميل. الحقيقة هذا الأبعاد السبعة والمرتكزات الأربعة التي ترتكز عليها هي في الأصل حتعتبر وحدة قياس أو نموذج، أو هذا ما يسمى بنموذج ريك تراك الذي يصدر عن معهد السمعة الأمريكي، وقام هذا الشكل أو النموذج تعريبي وإعدادي الأستاذ أحمد عودة مشكورا، حيث حدد في هذا النموذج السمات التفصيلية لكل بعد من الأبعاد المفاتيح السبعة، وركز أيضا على افتراض أن سمعة المنظمة تقوم على الارتباط العاطفي ما بين المنظمة وأصحاب المصلحة والجمهور من خلال الأربع مرتكزات اللي هن الإعجاب والثقة والشعور والتقدير. وهذه المرتكزات والأبعاد أيضا سنستخدمها في الشريحة بعد القادمة في عملية قياس السمعة لدى المنظمة. أهمية الصورة الذهنية والسمعة في المنظمات. الصورة الذهنية والسمعة كما رأينا أنها مهمة جدا، لأنها تقوم وتخبرنا نحن كجمهور عن المنظمة التي يمكن أن نثق به. فعندما تمتلك المنظمة صورة ذهنية وسمعة جيدة، هذا من شأنه أن يخلق الثقة لدى الناس عن المنظمة والعلامة التجارية. أيضا الصورة الذهنية مهمة، لأنها تمتلك إذا كانت ما تمتلك الصورة المنظمة صورة ذهنية جيدة، تستطيع أن تجذب الاستثمارات والمستثمرين والدعم المالي بشكل كبير للمنظمة. وأيضا الصورة الذهنية مهمة أو السمعة مهمة، لأنها تساهم في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ أيضا بهم، فهي تعمل كالمغناطيس. لذلك نرى أن كثير من الأفراد أو الباحثين عن العمل يفضلون العمل في المؤسسات أو الشركات أو المنظمات التي لها سمعة جيدة، والعكس صحيح. في كثير من المنظمات نجد أن الكفاءات تتسرب من المنظمة نتيجة انخفاض سمعتها أو تأثر سمعتها، طبعا سواء كانت الكفاءات إدارية أو فنية أو حتى إعلامية إن كانت في مؤسسات إعلامية. وقد تكون في بعض الأحيان أسباب مالية أو أسباب متعلقة في بيئة العمل، وكل هذا يمكن ناقشناه خلال حديثنا عنه وتحدثنا عنه.
في موضوع الأبعاد السبعة والنسب السبعة للسمع. والصورة الذهنية أيضا مهمة لأنها تمنح أو تعطي العاملين في المنظمة الشعور بالثقة والانتماء. وأيضا الصورة الذهنية مهمة لأنها تؤدي إلى زيادة الاهتمام بالمنظمة من قادة الرأي أو الحكومات أو الإعلاميين أو حتى الجهات الرسمية المعنية وكذلك من المنافسين. فإذا منظمة ما تميزت وبرزت وشكل الصورة الذهنية وسمعة جيدة، الآخرون تلقائيا سيبدأون يهتمون بها. دعونا نأخذ استراحة، أو مش استراحة، تمرين بسيط ممكن يخرجنا من الكلام النظري، ولنرى من خلال هذا التمرين مدى ترسخ الصورة الذهنية أو السمعة في الشركات أو من خلال شعاراتهم. هل استطاعت أن ترسخ صورة معينة نستطيع أن نميزها عن غيرها؟ ممكن إجابة عبر المايك إذا أستاذ عدنان تفتح المجال للأخوة المشاركة، أو حتى من خلال الشات، ويا ريت تساعدني في الإجابات في اطلاع الإجابات بعد إذنك أستاذ عدنان. تسمعني؟ نعم، دكتور، أبشر أبشر. يمكن المشاركة من خلال الشات أو المايك. نعم والله. أيهم العلامة التجارية الصحيحة، أو أي شعار هو الصحيح؟ هذا شعار أديداس، أي منهم هو الصحيح؟ حرف الأي. صحيح، هي ليست تحذير، بقصد ما هي أنه فقط نحاول أنه نشوف مدى انطباع الصورة أو السمعة على تأثيرها على الأذهان. نعم دكتور، أظن حرف البي صحيح، تقريبا. برافو، ما شاء الله. حرف أي، نعم. مايكروسوفت، هاي دائما أنا بغلط فيها. حرف أي أيضا. ليش مش بين؟ والله دائما أنا بخربط فيها، سبحان الله، على شركة مايكروسوفت. هي ممكن الأربع ألوان هي اللي بتخلط، اللي هو آه. الأحمر اللي عم يظهر عادة، هو أي نعم. هي بي أوفيس. أوفيس له حرف أي. صحيح، أدوبي طبعا كلها عم نستخدم احنا هاي العلامات التجارية، ونستخدمها بطبيعة الحال نعم، حرف أي بشكل أيضا. حرف أي. مو بي. هي هون التكة، هون صايرة كل يوم اشتغل بي. على الفوتوشوب ولازم اخربط فيه. نعم، الاي بي ام. اي بي ام، اللهم صل على سيدنا محمد، قديم هذا الشعار كثير. حرف اي. لنا ذكريات معه، نحن جينا له ذكريات. اي نعم، اي نعم دكتور. حرف الاي. نعم، نعم، الجي الحرف ايش الاختلاف؟ بس مكان النقطة؟ مكان النقطة هي هذه المكان الصحيح. نعم، نعم، حرف أي، حرف أي دكتور. حرف بي. والانستا ايه ايضا هون النقطة. بيبسي حرف أي. صحيح، هذا دليل انك مقاطع يا استاذ عدنان. والله ستاربكس ما كتير معي، نختار بيه. نعم، ايه هو النجمة. اي نعم، لا حرف بيه. صحيح، دكتور عم تجيب لنا بس المقاطعات. ايه هو مشان اشوف مين مقاطع مين لا. نستلي حرف الأي. اشوف دكتور احمد مقاطع ولا ما مقاطع دكتور احمد. دكتور أحمد ما شاء الله معنا. لا دكتور أحمد اختار حرف البي. عشاق السيارات الآن يمكن يعرفوا أكثر. بي ام دبليو حرف الأي. نعم، فورد حرف الأي. تسلا حرف البي.
مول ايه؟ لا لا، حرف الأي، عفوا حرف الأي. أي حرف البي. سامسونج البي. نعم. هذه حرف الأي. ام بي سي. صحيح، الألوان هي، نعم. أي حرف البي. حرف البي. الإعلاميين نعم يعرفون ب نعم. ناسا أيضا حرف البي. ناس أيضا ب برشلونة حرف البي. الرياضيين وعشرة أنا مشجع ريال برشلونيين مدريد. برشلونة شكلها يا أستاذ عدنان. حرف الأي هاي دكتور. ريال مدريد حرف الأي. باريس سان جيرمان أظن حرف البي. لا شكلك مانك من جماعة أي. ميسي شكلك. عموما هي فقط انت عارف في واحدة من الأشياء اللي بتخلي في بعض الأحيان الشركات لإعادة صياغة الهوية هي مدى ترسخها في ذهون الناس وبدأ انطباعها، لذلك الهوية ليست فقط شعار أو ألوان أو خطوط، في كثير من الأحيان الهوية تكون صوت أيضا، لذلك ترى بعض المنظمات أو العلامات التجارية أو حتى الشركات الاتصالات تستخدم تون معين أو نغمة معينة تعبر عن هويتي، جزء من الهوية، وبالتالي هذه طبعا الهوية تشكل بالتالي صورة وسمعة للمنظمة. كيف نبني صورة ذهنية وسمعة للمنظمة؟ قبل البدء في بناء الصورة الذهنية والسمعة يجب علينا مراعاة بعض المبادئ الأساسية. المبدأ الأول هو مبدأ الصدق والشفافية، وهي تعتبر من الأساسيات نجاح بناء سمعة المنظمة والضامن لاستمرارها. والمبدأ الثاني هو مبدأ الثبات، وهذا المبدأ مرتبط بفعالية المنظمة المبني على الشفافية والصدق، فالصورة الكاذبة سرعان ما تزول والصورة الذهنية الصادقة تبقى ثابتة ما دام هناك صدق وشفافية وثبات. المبدأ الثالث الإيجابية والأصالة. ينبغي على المنظمة وإدارة العلاقات العامة في المنظمة فيها استثمار كافة المناسبات والأوقات أو المناسبات الاجتماعية لكي تستمر بالتعبير عن أحوال المنظمة وقيمتها وأصالتها بشكل إيجابي بقصد الرفع من قيمتها في المجتمع وأمام الجماهير. وأيضا قبل البدء في بناء الصورة الذهنية يجب علينا الإجابة على عدة تساؤلات مهمة، هي من نحن؟ من نحن كمنظمة أو كعلامة تجارية؟ وثانيا ما نحن في المستقبل، أو ما الذي نريد أن نكون عليه في المستقبل؟ أو رؤيتنا لنفسنا في المستقبل؟ والسؤال الثالث ماذا يميزنا عن الآخرين، عن غيرنا عن الآخرين؟ والسؤال الرابع كيف نريد أن نرى، أو على أي نحو نريد أن يرانا ويفكر بنا الآخرين، أو ما هي الصورة التي نريد أن يرانا بها الآخرين؟ دعونا الآن نستعرض خطوات بناء الصورة الذهنية والسمعة الإيجابية للمنظمة. الخطوة الأولى التي نبدأ بها عادة في بناء الصورة هو تحليل مكانتنا أو نعرف نفسنا في البداية من نحن، وهي من أهم الخطوات حيث نقوم بالتعرف على الخطة الاستراتيجية للمنظمة، ويتم ذلك من خلال التعريف على الرؤية والرسالة والأهداف والقيم والمبادرات وما هي عمل المنظمة بشكل دقيق، وتضمن أيضا عملية التعريف عن مكانة المنظمة في السوق والمميزات التنافسية لديها، والقيام بتحليل وقياس الوضع الحالي للمنظمة، ومعرفة أيضا نقاط القوة ونقاط الضعف وما هي الفرص وما هي التهديدات، وذلك وفق آليات إدارية أو آليات تحليلية ممكن كثير من المختصين يعرفوا تحليل نموذج تحليل الصور الذي يركز على معرفة أو مصفوفة السوات التي تركز على معرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات.
وكذلك أيضا معرفة الثغرات الاتصالية الموجودة لدى المنظمة التي تؤثر على عملية بناء الصورة الذهنية والسمعة. ومن خلال هذه الخطوة يتم عمل التقييم للصورة والسمعة من خلال تقييم كافة العناصر المكونة للهوية وتقييم آلية أو آليات التواصل سواء الداخلي أو الخارجي وتقييم كافة البرامج الإلكترونية أو الأدوات التقنية المستخدمة التي تعمل بها المنظمة ومطابقة كافة الإجراءات والمعايير وفقا للجودة المعتمدة داخل المنظمة. وأيضا تقييم كافة البرامج الإعلامية أو برامج المشاركات المجتمعية التي تقوم بها المنظمة. الخطوة الثانية لبناء الصورة والسمعة هي تحديد الجمهور أو حدد جمهورك، ويعد تحديد الجمهور أو جمهور المنظمة هو اللبنة الثانية والثابتة في سبيل إتمام خطوات بناء الصورة الذهنية والسمعة. فمن خلالها نحدد أو تحدد المنظمة من هي الفئة المستهدفة وما هي خصائصها وسلوكها وتوجهاتها والتحديات التي تواجهها وكيفية استقبالها وإدراكها للمعلومات. وهل هذا الجمهور عادة ينقسم في طبيعة الحال إلى قسمين، هو جمهور داخلي ويقصد به العاملين في المنظمة أو جمهور، طبعا هذا الجمهور مهم جدا وذلك لقدرته على التأثير على الرأي العام خارج المنظمة بشكل كبير، وأيضا الجمهور الخارجي واللي هو مجموعة الأفراد الذين لهم اتصال مع المنظمة وتتقاطع مصالحهم مع المنظمة وتختلف نوعية هذه الجماهير باختلاف الأنشطة أو النشاط الذي تساويه المنظمة والبيئة الموجودة فيها. ومنهم على سبيل المثال جمهور عائلات الموظفين وجمهور المساهمين وجمهور الموردين وجمهور المستهلكين بشكل عام أو المستفيدين من خدمات المنظمة ومنتجاتها وجمهور المجتمع المحلي بشكل عام. ولعادة هناك آلية أو لتحديد الجمهور الذي نريد أن نصل إليه بدقة من خلال الإجابة على هذه الأسئلة: من هو هذا الجمهور؟ وماذا نريد من هذا الجمهور؟ وماذا يريد منا هذا الجمهور؟ وكيف نصل إلى الجمهور ونحدده بشكل دقيق؟ الخطوة الثالثة هو ترتيب الأولويات. فبعد أن قمنا بتحديد الفئات المستهدفة من أصحاب المصالح سواء الداخليين أو الخارجيين، يمكن استخدام أيضا مصفوفة المصلحة والاهتمام لتحليل أصحاب المصلحة، حيث ينقسم أصحاب المصلحة إلى 4 فئات من خلال نموذج أو مصفوفة المصلحة والاهتمام: الفئة الرئيسية والفئة الاطلاع الدائم والرضا الدائم أو الرضا، نعم، الفئة الأولى اللي هي الفئة الرئيسية هي الفئة التي يجب أن نركز عليها في التواصل ونوليها الاهتمام الأكبر لاهتمامها العالي بالمنظمة وتأثيرها القوي على المنظمة مثل مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الشركاء الاستراتيجيين أو وسائل الإعلام. لذلك على هذه الفئة نركز بشكل كبير لأن لها اهتمام كبير وأيضا لها تأثير كبير. الفئة الثانية هي فئة الاطلاع الدائم، وهي الفئة التي يجب أن نبقيها على اطلاع دائم بخطط وأنشطة وإنجازات المنظمة وذلك اهتمامها الكبير في المنظمة مثل مجلس الأمناء أو الموظفين أو العاملين بشكل عام. الفئة الثالثة هي فئة الرضا الدائم، وهي الفئة التي تمتلك سلطة قد تؤثر في قرارات المنظمة، فيجب أن تكون هذه الفئة على رضا دائم عن المنظمة من حيث التزامها بالقوانين والأنظمة وتقديم الخدمة والتواصل معها بشكل مناسب. طبعا هذه ممكن الجهات الحكومية المعنية أو العملاء أو المستفيدين أو عموم المجتمع. الفئة الأخيرة وهي فئة الجهد الأدنى، وهذه الفئة لا يتم التركيز عليها بشكل كبير حيث أن تأثيرها على المنظمة ضعيف واهتمامها أيضا قليل مثل الموردين أو مزودي الخدمات.
للموقف. الخطوة الرابعة في بناء الصورة الذهنية هي حدد مكانك، أي معرفة الأرضية التي تقف عليها المنظمة، وما هي العناصر التي تميز المنظمة على المستوى المهني أو التكنولوجي أو المالي أو حتى الاجتماعي، وما هي الصورة المثالية التي تتطلع عليها المنظمة أن تكون في أذهان الجمهور. وتتم معرفة الأرضية التي نقف عليها من خلال عدة طرق، أو كالرصد والاستبيان والتغذية الراجعة، أو من خلال عقد اجتماعات ولقاءات وورش عمل وغيرها من أدوات جمع المعلومات. الخطوة الخامسة هي حدد رسالتك، أي ما هي الرسائل التي ينبغي إيصالها أو يجب أن نوصلها إلى الجمهور. ويتم تحديد الرسالة من خلال الإجابة على الأسئلة التي طرحناها منذ قليل، ما هي الرسالة وما هي الوسيلة التي نريد أن نستخدمها لإيصال الرسالة، وماذا نريد من الجمهور أن يفعل، أو الفعل الذي المرجو من الجمهور أن يقوم به بعد استلام الرسالة. وبعد تحديد الرسائل تأتي خطوة مهمة، وهي الخطوة السادسة لوضع خارطة طريق أو خطة تفصيلية تتضمن بناء خطة تواصل وبرامج إعداد برامج إعلامية وتفعيل دور مجتمعي أو دور مجتمعي للمنظمة، وتطوير برامج لتمييز المهارات ورفع الكفاءات الموظفين. وأيضا هناك التخطيط المتكامل للإدارة لكافة قنوات التواصل أو الاتصال لبناء هوية متكاملة ولتحقيق أهداف المنظمة. وأخيرا بالإضافة طبعا أثناء وضع الخطة يجب وضع جدول زمني لتلك البرامج والأنشطة مع ميزانية تقديرية. الخطوة السابعة وهي خطوة الانطلاق، وينصح هنا قبل الانطلاق في تنفيذ الخطة لا بد من عرضها على منسوبي أو العاملين في المنظمة وشرحها لهم، وهذا طبعا يضمن أن نقدم لهم صورة ذهنية إيجابية، أو تكون هناك صورة ذهنية إيجابية موحدة، يعزز بالتالي من ولاء هؤلاء الموظفين للمنظمة والاعتزاز بها. الخطوة الثامنة والأخيرة هي مراقبة الأداء من خلال رصد آراء الجمهور وما ينشر في وسائل الإعلام، وتقييم النتائج بشكل مستمر، لكي لا أو إذا ما تطلبت الحاجة لتعديل الخطة أو تصحيح مسارها إذا كان في هناك انحرافات أثناء التنفيذ. عادة يتم قياس السمعة من خلال استخدام أدوات البحث المعروفة كالاستبيانات والمقابلات أو رصد وتحليل وسائل الإعلام، تحليل ما يذكر عن المنظمة في الإنترنت بشكل عام. وخلال حديثنا عن الأبعاد أو المفاتيح السبعة للسمعة، ذكرنا أن هناك 4 مرتكزات أساسية لقياس السمعة، وهي الإعجاب والثقة والشعور والتقدير. هذا الشكل يوضح المرتكزات الأساسية، من خلاله يتم قياس طبعا كنستعرض الأبعاد بشكل سريع إذا نتذكرها مع بعض: جودة الخدمات والمنتجات والأداء المالي والقيادة والابتكار والحوكمة وبيئة العمل والمواطنة. طبعا يتم عملية القياس وحسب تصنيف كل مرتكز وما يتعلق به من بعد. فالمرتكز الأول على سبيل المثال الإعجاب يعبر عن قياس مدى عاطفة الإعجاب تجاه المنظمة من جمهورها ودورها الريادي في مجال عمله. ولمعرفة مستوى الإعجاب يجب أن نقوم بتقييم بيئة العمل، هل هي بيئة محفزة للموظفين، وهل يوجد اتصال داخلي فعال بين المستويات الإدارية المختلفة داخل المنظمة. وكذلك يجب تقييم الابتكار
قدرة المنظمة على التكيف مع التغيرات المحيطة وإيجاد الحلول المبتكرة. المرتكز الثاني اللي هو الثقة يعبر عن قياس الإيمان التام والموثوقية العالية تجاه المنظمة ومدى قيامها بالأدوار المطلوبة منها. ولمعرفة مستوى أو قياس هذه المرتكز يجب علينا تقييم الحوكمة، وهل هي لديها شفافية عالية أو تتبع سياسات وإجراءات تحترم أو تحترم أخلاقيات المهنة وأخلاقيات المنافسة. المرتكز الثالث الشعور، ويعبر عن قياس مدى الإحساس البديهي أو الإيجابي تجاه المنظمة من جمهورها. ولمعرفة مستوى الشعور يجب تقييم المواطنة أو المسؤولية الاجتماعية ودور المنظمة تجاه القضايا الاجتماعية ودورها في دعم المبادرات وتأثيرها إيجابا تجاه المجتمع. وكذلك تقييم القيادة ورؤية الإدارة العليا للمستقبل وإدارة المنظمة وتمكينها نحو تحقيق أهدافها بشكل فعال. المرتكز الأخير هو مرتكز التقدير، يعبر عن قياس مدى احترام وتقدير فئات الجمهور للمنظمة وقيمتها لديها عند ذكر أو الإشارة للمنظمة. ولمعرفة مستوى التقدير يجب علينا تقييم الأداء المالي وتحقيق حققت المنظمة نتائج إيجابية كالأرباح أو هناك نمو مستمر وريادة مستمرة في الجانب المالي. وكذلك تقييم جودة المنتجات والخدمات وأن تكون جودة عالية واحترافية ومهنية تلبي تطلعاتهم أو تطلعات الجمهور نحو المنظمة. طبعا هذه الشكل هذا من خلاله نستطيع أن نقيس أو نعرف مدى سمعة المنظمة. هناك مثال عملي، دعونا نستعرض مثال عملي عن قياس السمعة. إذا فرضنا أو طلب منا أن من إدارة الشركة التي نعمل بها قياس مستوى سمعة الشركة من خلال أبعادها السبعة لتقديم تصور كامل عن صورة وسمعة المنظمة لدى الجمهور بهدف إعادة أو وضع خطة اتصال لتعزيز أو تصحيح أو تعزيز سمعة الشركة. بداية نقوم طبعا خطوة أولى نقوم بها يجب وضع معايير موحدة قابلة طبعا للقياس لكل بعد من الأبعاد. كل بعد من الأبعاد السبعة نضع له معايير موحدة للقياس. على سبيل المثال ممكن أن نضع من 1 إلى 10 أو حسب طبيعة عمل الشركة أو المنظمة. على سبيل المثال من 1 إلى 10 وأكثر أو أقل. والخطوة الثانية نقوم بتحديد درجة القياس لكل معيار من تلك المعايير من خلال طبعا عمليات جمع البيانات أو تحليل البيانات والإجراءات الإحصائية الأخرى. الخطوة الثالثة مراجعة الأدلة والاستشهادات أو عملية تقييم للأرقام التي حصلنا عليها من خلال مراجعة الأدلة التي تدعم نتيجة كل معيار من المعايير القياس مع احتساب مجموع كل بعد منها. الخطوة الرابعة نستعرض النتائج أو نتائج كل بعد مع تحليل نتيجة القياس لتسهيل اتخاذ القرارات من قبل الإدارة. على سبيل المثال إذا كان القياس حسب المعيار من 10، إذا كانت كل بعد من الأبعاد حقق هذه المقاييس جودة المنتجات والخدمات 5، الأداء المالي 7، القيادة 6، الابتكار والأبحاث 8، الحوكمة 4، بيئة العمل 7، المواطنة والمسؤولية الاجتماعية 3. إذا ما فرضناه على النموذج الشبكي أو تحليل شبكي سيكون الشكل التالي. هذا الشكل السباعي وهو المعيار، وهذا وضع أو شكل السمعة وفق القياس اللي قسناه الآن. طبعا هذا مجرد شكل أو تصور لآلية قياس السمعة أو يمكن اعتماده، أو بطبيعة الحال نقيس السمعة وفق الأبعاد السبعة. طبعا بعد الانتهاء من جمع من جميع الخطوات السابقة وجمع المعلومات
يمكننا الوصول إلى خريطة أو هذه الخريطة توضح الأبعاد في أذهان الناس. وطبعا وينصح، عادة ننصح أثناء إعداد هذه أو خطوات عملية القياس، ينصح أشراك مختصين في القياس وإحصائيين وبعض لتأكد من سلامة البيانات والمعايير والنتائج التحليلية، أو استخدام بعض الأدوات المتوفرة على الإنترنت في طبيعة الحال. والآن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقدم بعض الحلول في هذا الجانب. طبعا هذا يقودنا إلى الحديث عن إدارة السمعة الإلكترونية أو السمعة الرقمية إن صح التعبير. طبعا السمعة الإلكترونية أو السمعة الرقمية بكل بساطة هي الصورة أو الانطباع الذي يكونه الناس عن شخص ما أو شركة أو منتج ما، بناء على ما يقال أو يكتب عن هذا المنتج وهذا الشخص في الإنترنت، مثل المنشورات والتعليقات والتقييمات على وسائل التواصل الاجتماعي أو المقابلات والأخبار في فضاء الإنترنت. رائد الأعمال الأمريكي كريس أندرسون، وهو طبعا مؤسس منصة تيم، يقول في العالم الرقمي السمعة هي عملة التداول. وفي التسويق أيضا مختصو التسويق يقولون خاص عن تجربته مع المنظمة أو العلامة التجارية، بينما الزبون غير راضي يكلم على الأقل 10 أشخاص، يعني أكثر من 3 أضعاف العدد عبر منصات التواصل. وطبعا حدث ولا حرج، الآن ممكن الأعداد تزيد حسب المنصة المستخدمة. وتشير إحدى الدراسات على سلوك المشترين عبر الإنترنت أو من خلال الإنترنت إلى أن 86% من هؤلاء المشترين يترددون في شراء منتجات لشركة ما لها صورة أو سمعة سلبية، وقد تشكلت هذه لديهم من خلال تدوينات مكتوبة على منصات التواصل أو من خلال فيديوهات أو مقالات أو حتى من خلال التعليقات السلبية أو المراجعات أو ما يكتبه الزوار أو حتى التقييمات المنخفضة. لذلك فإدارة السمعة الرقمية مهمة جدا لرفع الوعي بالعلامة التجارية أو الوعي بالمنظمة، ومن ثم تعزيز ثقة العملاء أو الجمهور تجاه تلك المنظمة. ولا ننسى أن إدارة السمعة الرقمية هي عملية مستمرة لا تتوقف طالما المنظمة قائمة وتعمل، وهي نشاط يومي على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال تواصلك مع العملاء والمتابعين والرد على تعليقاتهم بشكل آني وسريع. كما ويكتسب ترسيخ السمعة الرقمية والسمعة الإيجابية للمؤسسات في هذا الفضاء الرقمي أهمية كبيرة، وهذا يتطلب في الحقيقة منهجيات مبتكرة للتفاعل والتواصل مع الجمهور عبر مختلف منصات التواصل، وتوحيد تلك الطريق للتواصل مع الجمهور أو ما يسمى توحيد أو وحدة الاتصال أو نقاط الاتصال مع الجمهور. كيف ندير السمعة الرقمية؟ يمكن طبعا إدارة السمعة الرقمية الآن مع تطور التقني الكبير ومع الذكاء الاصطناعي ووسائل الاستماع الحديثة، هناك أدوات استماع وهناك بعض الأدوات تكون عادة مجانية وبعضها مدفوعة. هذه بعض الأدوات حقيقة أنا اختصرت بعضها، هي أدوات كثيرة موجودة على الإنترنت أو حتى المنصات وسائل التواصل، وهي تعتبر أدوات مجانية تدير وسائل التواصل وتقوم بالاستماع والمراقبة للسمعة. وهناك أيضا أدوات مدفوعة في منصة لوسيدا، طبعا هذه منصة تقدم أو تحدد تقدم المحتوى العربي، وهي محتوى منصة سعودية، طبعا منصة من أفضل أدوات الاستماع والمراقبة والتحليل المتقدم للبيانات.
طبعا المنصة الأخيرة اللي كانت تملكها تويتر كانت في الأصل مجانية، ولكن الآن مدفوعة متخصصة في الاستماع لتويتر وإدارة السمعة الرقمية. طبعا قبل إغلاق ملف السمعة الرقمية، هناك طبعا السمعة الرقمية تحتاج إلى مراقبة بشكل مستمر، وبشكل لذلك الذكاء الاصطناعي الآن عم يدخل بشكل كبير، لأنه الآن أنك تغيب عن الإنترنت لمدة ساعة ممكن تقع في أزمة أو تقع في مشكلة تؤثر على السمعة والصورة الذهنية. طبعا استخدام تلك الأدوات الرقمية يساعد في تحسين وإدارة السمعة والتفاعل بشكل أسرع وأفضل مع الجمهور. الحقيقة في معهد أمريكي اسمه معهد السمعة الأمريكي، وطبعا هذا معهد أسس عام 1997 ويعتبر أكبر جهة استشارية أو جهة رائدة في مجال إدارة السمعة على مستوى العالم، وله أكثر من 30 فرع حول العالم. طبعا هدفه هو تمكين القادة والشركات الرائدة في العالم في اتخاذ قرارات تجارية أكثر ثقة، من شأنها بناء وحماية السمعة وتعزيز الميزة التنافسية. وهناك أداة أو نموذج من خلال التقرير اللي هو هذا النموذج، طبعا أنا ممكن أرسل للأخ عدنان التقرير الأخير اللي صدر عن المعهد لعام 2024 لتحليل السمعة للشركات. طبعا التقرير هذا يصدر سنويا من عام 2005 إلى الآن. طبعا يقوم هذا التقرير بتقييم بعملية تقييم آراء المستخدمين في عدة مجالات أو عدة أبعاد للسمعة، طبعا جودة الخدمات اللي هم السبع الموجودين، جودة الخدمات أو جودة المنتج والتواصل أو الحوكمة والتواصل مع الجمهور ومكان العمل والابتكار، وعلى مجموعة أخرى أيضا من الأبعاد. على سبيل المثال هذا الفرق مع هذا التقرير في 2023 وهذا في 2024، نلاحظ أن هناك تغييرات طفيفة اطرأت على جودة الخدمات على مستوى الشركات التي يقيس التقرير لأبعادها وسماتها. نلاحظ من خلال التقرير أن طبعا أن هذه التغييرات الطفيفة، أيضا هناك الشريحة الأخرى تتحدث عن ترتيب الشركات الأكثر سمعة. طبعا يمكن المراقب أو المتابعين لهذا التقرير عم نلاحظ أن تقريبا العشر أو 15 شركة أولى عم تتنافس بين بعضها كل سنة، يمكن الآن جوجل المرتبة الأول، يمكن السنوات السابقة أو 3 سنوات الأخيرة كان رولكس هو المركز الأول. طبعا اللي حققوا معايير أو مركزات أو المفاتيح السبعة اللي تكلمنا عليهم بالإضافة إلى المرتكزات بعضها. طبعا هناك تقرير قامت به تقرير قامت به مؤسسة إبسوس، وهي شركة عالمية متخصصة بالسمعة. طبعا هذه الدراسة قامت فيها في السعودية لدراسة درجة الثقة أو مرتكز الثقة بين المؤسسات السعودية. هذا التقرير صدر في عام نهاية عام 2023 في ديسمبر. طبعا هذه الشركات والمؤسسات اللي حققت مقياس عالي على درجة الثقة هذه العشرة الأولى، طبعا هناك تقرير آخر من خلال نستعرضه أيضا قامت دراسته شركة إيدلمان للثقة أيضا على السعودية في عام 2024، أصدرته منذ فترة هذا التقرير. طبعا الحقيقة هذا التقرير يعطي وجهة نظر للجمهور تجاه عدة نقاط رئيسية ومعايير مهمة. على سبيل المثال كانت 86% من الجمهور يثقون بالحكومة
و80% أيضا منهم يثقون بالقيادات الحكومية والعلماء، و78% من هذا الجمهور يثقون بقطاع الأعمال السعودي، و68% من الجمهور يثقون في استخدام الطاقات النظيفة والذكاء الاصطناعي المستخدمة في السعودية، وأيضا نسبة 56% يثقون في استخدام التقنية وتنظيم الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وأخيرا هناك دراسة، حقيقة دراسة جميلة ممكن أزودكم فيها لو حابب أرسل لي إياها أيضا، قام بها دكتور أحمد الكمالي من عمان. دراسة كانت عن بيان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تكوين السمعة الطيبة على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي والمؤسسي. إن أحببتم أوفر لكم هذه الدراسة. أعتقد لدينا وقت ممكن أن نتكلم عن الأزمات. أستاذ عدنان، أستاذ دكتور أحمد، هل لدينا وقت نتكلم فيه عن الأزمات؟ يلا دكتور تفضل، تابع إن شاء الله. نعم دكتور، نعم تفضل، في وقت، ما زال معنا وقت. ممكن دكتور لما نحصل البرزنتيشن تاني، بس ولو سؤال على السريع، بالنسبة للشكل الشبكي والتخطيط الشبكي اللي حضرتك عرضته بالسبعة الكي بي ايز الموجودين، يعني أنا بتوقع إنه هيك تخطيط شبكي ممكن ما يفيدنا لوحده، إنه الشبكة بقياس سبع اتجاهات أو سبع معايير لمؤسسة واحدة بوقت واحد ممكن، يعني شو بفيدني؟ إذا أما ممكن أنا أستفيد منه أكثر، ممكن أنا حسب رأيي إنه إذا بتقارن نفس المخطط الشبكة هذا نفس المؤسسة، خلينا نقول ممكن بزمنين مختلفين، مثلا بعد 5 سنوات، مثلا 2020 2025، ممكن هون يبين إنه أنت السمعة تبعت الشركة هل هي زادت هل هي نقصت، وين نقاط القصور وين نقاط اللي استفادت منها، أو ممكن بطريقة بأخرى تقارن السمعة لشركتين مختلفتين أو مؤسستين مختلفتين على نفس المخطط الشبكي. ما بعرف إنه هل هذا الكلام دقيق، أو إنه لأني إنه مخطط شبكي لوقت واحد لشركة واحدة بمكان واحد يعني ما بيعطيك الانديكيشن الصح. بتوقع الحقيقة هو طبعا النموذج هذا المثال اللي ضربناه حقيقة لمعرفة وضعنا نحن الحالي الآن، لأنه الآن عادة في بعض المنظمات تقوم بعملية إعادة تقييم أو إعادة دراسة، لازم تعرف وضعها الآن من خلال المقياس هذا، نعرف وضعنا هل هو هناك منحنى يجب إعادة تصحيحه، أو هناك سمعة جيدة بحاجة لتعزيزها بشكل أكبر. لذلك هي لمعرفة وضعنا الحالي فيها. أيضا كعملية مقارنة يمكن أن نقارن، أن نعمل الآن في 2023 مثلا مقياس، ونأتي في عام 2024 نعمل مقياس آخر، ونشوف الآن مدى التطور اللي صار في موضوع السمعة. لا شك الكلام تفضل، الهدف من القياس هذا والتقييم هذا هي هل نحن بحاجة إلى تعزيز، بحاجة إلى إعادة بناء من جديد، أو هناك كيرف معين أو منحنى معين بحاجة لإصلاح. نعم، العرض واضح. واضح دكتور، نعم تفضل. طبعا في عصرنا الحالي أو الوقت الحالي، ورغم كل التطورات أو التطور الكبير، إلا أننا نعيش في عالم تعصف فيه العزمات وتهدد الأزمات من كل جانب. والآن كما شايفين ندخل في أزمة ونخرج من أزمة، وتمثل الأزمات طبعا في المنشآت التجارية والخدمية أو حتى في القطاع الحكومي تحديات حقيقية، أو حتى على مستوى الدول تحديات حقيقية قد تترك آثار
على سمعة أو حتى مسيرة أو وجود المنظمة، وقد تحدث ضرر بالغ بالصورة الذهنية والسمعة، وبالتالي يمكن أن تعطلها أو تمنعها من تحقيق أهدافها أو تخرجها من السوق في بعض الأحيان. طبعا إدارة العلاقات العامة بالعادة تلعب دور كبير في التنبؤ بهذه الأزمات أو احتواء تلك الأزمات أو التقليل من آثارها السلبية. طبعا هناك تأثير للأزمات على السمعة، ولا شك أن هذا التأثير من طبعا نذكر بعض التأثيرات، ممكن أن تأثر مكانة وسمعة المنظمة سلبا، أو تحقق لها خسائر في الأرباح، أو انخفاض في معنويات الجمهور الداخلي أو الموظفين والعاملين، أو انخفاض قوتها التنافسية، وانعدام الثقة في الإدارة أو قيادة المنظمة. قبل الحديث عن مفهوم الأزمة أو تعريف الأزمة، لا بد من الحديث عن مصطلحين، اللي هن مصطلح المخاطر، وهو طبعا لغة يعني الإشراف على الهلاك، وأن المخاطر هي المهالك، والمقصود بها هنا هي التهديدات الخارجية التي يمكن أن أو قد تحدث في المستقبل لنا أو المنظمة. والمشاكل هي الأحداث التي وقعت بالفعل، أو ربما تتفاقم أو يتعاظم خطورتها مع الوقت. وتعرف المشاكل بأنها حالة من التوتر أو عدم الرضا، ناجمين عن بعض الصعوبات التي تعوق تحقيق الأهداف المرسومة للمنظمة. وتحتاج طبعا عادة تحديد المشاكل أو تقييمها إلى جهد منظم للتعامل معها وحلها، وهي بحد ذاتها مشكلة، ليست أزمة إلا إذا تم إهمالها ممكن تؤدي إلى نشوء أزمة. أما الأزمة فبمفهومها العام تعني هي أي تهديد يحدث، أو سواء كان متوقع أو غير متوقع، لأهداف وقيم المنظمة أو العلامة التجارية أو المجتمع أو البلد أو حتى الحكومة، وسيكون ومكانتها، وتحد من القدرة على اتخاذ قرارات فعالة وسريعة أو حتى تعطل سير عملها. هناك طبعا عدة أسباب تدعونا للاهتمام بالأزمة، منها لأن هناك تزايد حقيقة في عدد الأزمات التي تعاني منها كثير من المنظمات والشركات في السنوات الأخيرة، وما يصحبها من تزايد وسخط للجماهير تجاه تلك المنظمات، ولأن الأزمات أيضا لها تأثير عميق ومدمر على الشركات والمنظمات، وكثير من الأحيان قد تسبب قد أو يسبب ذلك ضرر لسمعة المنظمة، ولأن أيضا التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للأزمات عالية، وقد تحدث الأزمة أضرار بيئية أو خسائر مادية ومعنوية في كثير من الأحوال، وأيضا لأن الأزمات عادة تغطى من أو تقوم وسائل الإعلام بتغطية واسعة لها، لأنها من الأخبار السلبية التي يمكن استخدامها لتحقيق انتشار واسع في وسائل الإعلام. وفي كثير من الأحيان طبعا لا يقف المردود السلبي لتأثير الأزمة عند حدود المنظمة أو حدود العلامة التجارية، بل قد يتجاوز إلى قطاع آخر. ممكن شركة تعمل في مجال معين تأثرت بأزمة، يمكن أن يمتد هذه الأزمة إلى كامل القطاع. أيضا بما أن هناك كثير من المنظمات لها امتداد دولي أو متعدد الجنسيات، مما يجعلها أكثر عرضة للأزمات نتيجة للمتغيرات الدولية الحاصلة. طبعا على الرغم من اختلاف طبيعة الأزمات عن بعضها البعض، فإن هناك عناصر مشتركة بين كل الأزمات. طبعا هناك 6 سمات تميز الأزمات. السمة الأولى هي المفاجأة، وتعني أن الأزمات تحدث بدون سابق إنذار أو بدون قرع للجرس، تحدث بشكل مفاجئ. ثانيا، السمة الثانية هي نقص المعلومات، وتعني عدم توفر معلومات عن المتسبب بهذه الأزمة، وخصوصا إذا كانت تحدث لأول مرة، وهنا يمكن
أن يخلق نقص تلك المعلومات حالة أو جو من التشوش وحالة من عدم الرضا حول طبيعة المشكلة. تصاعد الأحداث عند حدوث الأزمات طبعا تتوالى الأحداث وتضيق طبعا الخناق على صاحب القرار أو أصحاب القرار المعنيين في الأزمة. أيضا من سمات الأزمة هي فقدان السيطرة، فجميع الأحداث الأزمة تقع طبعا عادة خارج نطاق قدرة وتوقعات المنظمة أو أصحاب القرار، فالمنظمة فتفقدهم السيطرة والتحكم بزمام الأمور أو زمام الأزمة. السمة الرابعة هي حالة الذعر، حيث تسبب الأزمة حالة من الذعر، فيعتمد صاحب القرار في المنظمة إلى إقالة، طبعا هذا يمكن نراه في الكثير من الأحيان، أول قرار يقوم في إقالة كل من له علاقة بالأزمة بأي شكل من الأشكال. والسمة السادسة هي غياب الحل الجذري الآن. عادة في الأزمات لا تعطينا مهلة أو فرصة لصاحب القرار حتى يصل إلى حل متأني وبسرعة، فلا بد من الاختيار ما بين عدة حلول يمكن يكون أحدها أقل ضرر. ولذلك في هناك عدة مراحل تمر فيها الأزمة قبل أن تتفاقم أو قبل أن تتلاشى الأزمة بشكل كامل. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل الأزمة وتسمى مرحلة التحذير أو الإنذار المبكر، وهي المرحلة التي تنذر بوقوع الأزمة، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن مشكلة ما وتتفاقم حتى تتحول إلى بوادر ظهور أزمة. وهنا يبرز دور صاحب القرار أو متخذ القرار أو وخبرته وحسن إدارته أو إدراكه لمواجهة تلك الأزمة والقضاء عليها قبل أن تنمو. مرحلة نمو الأزمة طبعا في بعض الأحيان قد تنمو الأزمة في حال حدوث سوء فهم لدى متخذ القرار في مرحلة ولادة الأزمة. ففي مرحلة نمو الأزمة يتزايد الإحساس فيها، ولا يستطيع متخذ القرار أن ينكر وجودها نظرا للضغوط التي تسببها الأزمة على متخذ القرار. المرحلة الثالثة هي مرحلة نضج الأزمة، وتعتبر من أخطر المراحل. إذا تطورت الأزمة من حيث الحدة والجسامة نتيجة سوء التخطيط أو قصور أو إخفاق في مواجهة الأزمة، وذلك نتيجة تعنت متخذ القرار برأيه أو نتيجة اللامبالاة، وقد تصل إلى مراحل متقدمة حيث تزداد القوة المتفاعلة في المجتمع الذي يغذي الأزمة، حيث يصعب السيطرة عليها، ويكون الصدام في هذه المرحلة محدود. المرحلة التي تبدأ فيها انحسار الأزمة أو تبدأ الأزمة بالانقسام مع الوقت، سوف تفقد الأزمة جزءا هاما من قوة دفعها ويجعلها تختفي تدريجيا، غير أن بعض الأزمات تتجدد لها قوة دفع جديدة عندما يفشل الصراع أو يفشل متخذ القرار في تحقيق ما طرحه من حلول. لذلك ينبغي أن يكون لدى القيادة بعد نظر في مرحلة انحسار الأزمة ومراقبة ومتابعة الموقف من كافة جوانبه، وعلى هذا الأمر يسمح بتجنب عدم ظهور عوامل جديدة تبعث من أزمة جديدة تظهر على السطح. مرحلة تلاشي الأزمة، تصل الأزمة في هذه المرحلة عندما تفقد بشكل كامل قوة الدفع المولدة لها أو العناصر الدافعة لها، حيث تتلاشى مظاهرها وتأثيرها، وتمثل هذه آخر مرحلة من مراحل تطور الأزمة بعد انحسارها وتقلصها التدريج. عفوا دكتور، الصوت راح. بمجرد انتهاء الأزمة أو إخمادها، بل هناك مرحلة ترتيب الأوضاع وإضافة إلى وضع ضوابط لعدم تكرار ما حدث، والاستفادة من دروس الدرس من الأزمات لتلافي ذلك في المستقبل. طبعا
الآن خلونا نستعرض بعض الاستراتيجيات المتبعة عادة. أنا بعد استعراض أنا ممكن أسأل سؤال للأخوة الحضور إذا يزودونا أو يدخلوا ما عرفنا في بعض الأمثلة، يعني بعض الاستراتيجيات أو مما عاصروا أو شاهدوا أو رأوا استخدام تلك الاستراتيجيات. طبعا هناك عدة استراتيجيات قد تساعد إدارة المخاطر والأزمات في المنظمة للحفاظ على سمعتها وإعادة بنائها بعد تعرضها للأزمة. طبعا من هذه الاستراتيجيات استراتيجية الصمت أو التعتيم والتجاهل أو ما يسمى بوضع الرأس في الرمل. في هذه الحالة سوف تلجأ وسائل الإعلام طبعا التي تبحث عن الأزمة أو معلومات عن الأزمة لمصادر أخرى للحصول على المعلومات ونشرها، مما يسبب إلحاق الضرر بسمعة المنظمة. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية الإنكار، وفيها تنكر المنظمة وجود أزمة أصلاً، أن لا يوجد، أن هناك لا يوجد أزمة في الأصل. هذه حالة الإنكار ممكن نشاهدها في كثير من الحالات والأمثلة. استراتيجية حط حائط الصد، في هذه الاستراتيجية لا تعترف المنظمة بالخطأ بل وتمنع تسريب أي معلومة حول الأزمة. استراتيجية التخلص من المسؤولية، وهي إلقاء المسؤولية على جهات أخرى أو أشخاص آخرين، وتبيان أن المنظمة هي عبارة عن ضحية وأن الأزمة هي مجرد حادث مؤسف. الاستراتيجية القانونية، ويتم فيها المعالجة الإعلامية للأزمة بناء على توجيهات أو نصائح الشؤون القانونية. في أغلب الأحيان تقوم المنظمات بهذه الاستراتيجية من أجل الحفاظ على حقوقها وحمايتها من المسائل القانونية أمام الجهات المعنية مستقبلا. استراتيجية التبرير والاعتذار، حيث تعترف المنظمة بخطائها وتعتذر عنه بلباقة وتقدم تبريرها للموقف من خلال رسائل دفاعية حقيقية. وتعتبر هذه الاستراتيجية استراتيجية ناجحة بالمجمل أو نوعا ما. الاستراتيجية السابعة هي استراتيجية الاعتذار الكامل، وفيها يتم إعلان الندم الكامل من قبل المنظمة والاعتذار عن الخطأ قبل أن تبدأ بالعمل على استعادة الصورة الذهنية والسمعة. الاستراتيجية الثامنة هي استراتيجية الدفاع الهجومي، وهنا تعمل المنظمة من خلال هذه الاستراتيجية على خلق رأي عام مساند لها، وهي تعتمد بشكل أساسي في هذه الاستراتيجية على تخفيض حدة الهجوم على المنظمة، وذلك من اتباع بعض الأساليب، منها إظهار حرص المنظمة على الصالح العام أو صالح المجتمع، والتركيز على الأعمال الإيجابية للمنظمة أو الأعمال التي قامت بها، والتقليل من مصداقية الناقدين أو الأعداء الذين يروجون للأزمة، ومواساة أو تعويض المتضررين من الأزمة. ومن فوائد هذه الاستراتيجية طبعا وقوف تدهور الأزمة أو تدهور الموقف بسبب هذه الأزمة، وأيضا تقليل من مشاعر الغضب أو غضب الجمهور أو المتعاملين مع أطراف الأزمة. الاستراتيجية التاسعة استراتيجية الهجوم المضاد، وتتخذ فيها المنظمة دور المهاجم إعلاميا من خلال حشد كل القوى الناقدة والمعادية أو عناصر الأزمة ووضعها داخل الأزمة، ومن ثم العمل على تحطيم المقومات والعناصر الأساسية التي اعتمدت عليها تلك القوى في مهاجمة المنظمة. ويمكن للمنظمة أيضا أن تلجأ للقضاء في مثل هذه الأحوال، وقد تستخدم هذه الاستراتيجية في بعض الأحيان في حال تعرضت المنظمة لحملات التشهير التي تبث الأشياء التي تبث الشائعات وتتناول أخبار المنظمة بشكل غير منصف. الاستراتيجية الأخيرة استراتيجية الأفعال الصحيحة أو أفعال التصحيحية، وتقوم هذه الاستراتيجية على الاعتراف بالمشكلة والوعد بعدم تكرارها، مع ذكر الخطوات المتخذة لإصلاح الأضرار الناتجة عن الأزمة، وذكر السياسات المستقبلية للمنظمة في هذا الشأن. ويتميز الخطاب الإعلامي للمنظمة في هذه الاستراتيجية بالصراحة والشفافية والصدق وتحري الدقة، إلى أن هذه الاستراتيجية
قد تلقى معارضة من الشؤون القانونية أو القانونيين العاملين في المنظمة، لأن الاعتراف بالخطأ قد يؤدي إلى إثباتات من الجانب القانوني ضد المنظمة. الحقيقة أنا حابب يعني مشاركة أو إثراء من قبل الحضور حول أمثلة، طرح أمثلة على استراتيجيات مما خلال يعني من خلال الحياة أو خلال تجارب الأشخاص اللي ممكن يشاركون أو يثرون فيه. المايك مفتوح أعتقد أستاذ عدنان، صحيح؟ نعم دكتور، اللي يحب يشارك يرفع أداة اليد، نعطيه الصلاحية مباشرة، أو يطرح أو يعني يكتب ما يحتاج في صندوق الدردشة. السلام عليكم، حياكم الله دكتور العقبة. يا أهلا الله وسهلا، يسلمك، أنا دكتور. الله يبارك فيك، وشكرا جزيلا على المحاضرة. هلا بتوقع أن الاستراتيجيات اللي حضرتك ذكرتها هي 9 استراتيجيات أو 10، بعتقد تتبع حسب المؤسسة أو حسب الشركة أو حسب النظام الموجود وحسب نوع الأزمة اللي أنت تعرضتها، لحتى تحسن من صوتك او تحاول قدر الامكان ان صوتك ما تتاثر. طبعا اكيد انه كل الاستراتيجيات اللي حضرتك ذكرتها معناتها انه المؤسسه سواء بادارتها سواء باي ليفل من اداره المؤسسه كانت هي السبب بحصول الازمه. فاكيد بهذه الناحيه حسب نوع الشفافيه وحسب الحوكمه الموجوده وحسب خلينا نقول قدرة المؤسسة على التعافي تقدر تاخذ احدى من الاستراتيجيات. فمثلا يعني انه اذا شركة او مؤسسة على مستوى ضخم جدا ومستوى كبير ومستوى موثوق لدرجة كبيرة بالعالم او حتى بالنطاق الموجود في الاقليمي حتى، فممكن يعني الشركة او المؤسسة تصرح انه انا اخطأت ونقطة انتهى، وممكن تنزل شوي السمعة ولكن بدها بتزيد. يعني بتوقع آخر مثال كان من فترة قريبة، يوم اللي صار المايكروسوفت وقصة التسريب وقصة الأبديت تبع السايبر سيكيورتي البروجرام. فمباشرة مثلا المايكروسوفت أو حتى الشركة المطورة للبرنامج السايبر سيكيورتي قالوا نحن أخطأنا ببساطة ونتحمل خطأنا، فممكن الأسهم نزلت شوي لمدة يوم أو حتى نص يوم ورجعت عادت مثل الأول. مثلا مايكروسوفت لاب أكيد شركة كبيرة، فخطأ هذا هو خطأ كبير ممكن يكون بمقاييس محددة، ولكن الشركة استعادت عافيتها بسرعة كبيرة، اعتمدت ممكن على الرصيد تبع الشركة بأذهان الناس على مدار سنين طويلة. أكيد الشيء هذا ما راح يصير لو كانت شركة ناشئة أو شركة هلا بلشت بالسوق، فاكيد اي شيء بسيط ممكن يدمر مو بس السمعه، يدمر الشركه بالكامل. واتوقع احد الشغلات الاساسيه ممكن لاحد استراتيجيات التعامل هي موضوع ثقه الشركه بنفسها، ثقه الشركه بعملائها خلينا نقول، والصوره اللي قدمتها او اللي صنعتها على مدار السنوات السابقه. صحيح صحيح بالضبط. شكرا يا دكتور احمد. الحقيقه اذا ما في مشاركات خليني انا بس اضرب امثله، في عندي عده امثله خلينا في نقول معنى عنها. مشاركة من الدكتور غانم، دكتور غانم بن سعد الغانم. تفضل دكتور رامي. تفضل. السلام عليكم دكتور وعليكم السلام. قتيبة. حقيقة يعني أنا شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة، وأنا أعمل الآن على حقيقة محاضرة عندي غدا، وكنت حريص كل الحرص أن أحضر هذه المحاضرة كاملة عن ما يتعلق بجوانب في الصورة الذهنية، وما ما شاء الله تبارك الله وفيت وكفيت في هذا الجانب. ولأن حقيقة أنا استوقفني في عن ما يتعلق بجانب الصورة الذهنية التي تطرقت لها، فبحكم أن احنا موضوعنا عن أخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي،
وهذا جانب مهم جدا. عندما تكلمتم حفظك الله دكتورنا الغالي عن يعني اللي هو جانب مهم في جانب الصورة الذهنية وتناولتها بكل اقتدار، وماذا تعني لنا في التعامل مع الآخرين، وكيف يمكن لنا أن نطور من المنظمة وطريقة التعامل أيضا في مراحل تطور العلاقات الإنسانية، وكذلك أيضا ماذا أثرها على الفرد والمجتمع. كل هذه من الأشياء التي تجعلنا ندرك أن لهذه الصورة الذهنية الجميلة الرائعة لها أيضا مناسبتها في ما يخص. أيضا أنا استوقفني ما يتعلق بجانب جميل وهو المحاور ومصفوفة المصلحة والاهتمام، التأثير والاهتمام، الفئة الرئيسية والاطلاع الدائم والرضا الدائم، يعني ما يتعلق في المحور السيني والصادي الخاص بالتأثير والاهتمام، إضافة إلى ما يتعلق بماهية خطوات بناء الصورة الذهنية الإيجابية، يعني ومبادئ بناء الصورة الذهنية دكتورنا الغالي. وأتمنى حقيقة من المنظمين كيف يمكن لنا الحصول على هذه المادة الجميلة الثرية. شكرا لك دكتورنا الغالي. العفو يا دكتور، العفو بالخدمة إن شاء الله، وأنا ممكن أزود إن شاء الله في المادة العلمية رسالة لكم، وأشكركم على الكلام والإطراء الجميل. نعم، هل هناك في مداخلة أخرى؟ أم نتابع في موضوع الأمثلة عن الأزمات؟ تفضل دكتور، تفضل. الحقيقة في عدة أمثلة عن أزمات وطريقة تعامل المنظمات أو الشركات معها. على سبيل المثال، في الأزمة التي حصلت مع شركة الطيران الأمريكي يونايتد إيرلاينز، يوم طبعا هذه الحادثة حصلت في 2018، قامت بطرد راكب بالقوة، كما شفتوا يمكن الفيديوهات أو تتذكروا، قاموا ليس بطرده بل بسحله على الطائرة، سحبه بالقوة لإخراجه من الطائرة. طبعا هذا يصور وانتشر بشكل كبير، أثر على سمعة الشركة. طبعا عادة الكثير يمكن يعرف أن بعض شركات الطيران تقوم ببيع تذاكر أكثر من عدد المقاعد على متن الرحلة أو الطائرة، لاعتقادهم أو لمراهنتهم بعض الركاب سوف يغير خططهم أو لا يسافروا. وتقوم الشركة عادة إذا قامت أو أمامها هذه الحالة، تقوم بتقديم عروض أو حوافز لبعض الركاب من أجل التخلي عن مقاعدهم، ولكن لها الحق وفق بعض قوانين الدول أن تقوم بإخراج الراكب بالقوة. ولكن هذه الأزمة حصلت مع الشركة، وكانت أزمة مؤسفة، حيث أفقت طبعا الشركة في حتى في تبريرها، وأعطت المسؤول عن الشركة، مسؤولي الشركة أعطوا عدة تبريرات مختلفة في كل جهة من الجهات. طبعا هذا من شكل لها حرج كبير. طبعا كان ينبغي عن الشركه ان تركز في البدايه على عملائها اللي هم الركاب، والاهتمام بهم بشكل كبير وايصال صوره جيده عن لهم. ولكن الشركه تعاملت حقيقه بحاله غريبه او ردود غريبه، ووصفت هذا الراكب التخريبي والمشاغب. طبعا هذا مثال سيء عن اداره الازمات. في مثال ايضا اخر هو يعتبر مثال جيد، هي الفضيحة اللي صارت في 2015 حول شركة فوسفاين. طبعا الشركة أطلقت في حملة تسويقية أو حملة إعلانية في أمريكا تحت شعار انبعاثات أقل، بهدف زيادة مبيعات سيارات الديزل في الولايات المتحدة. ولكن أثناء اختبار السيارات، وكالة حماية البيئة الأمريكية أصدرت تقرير أو إشعار بأن فوكسفاجن خالفت قانون الهواء النظيف، بأنها وضعت برمجية معينة في كمبيوتر السيارة يتعمد أو مما يخلق أو يعطي رسالة خاطئة أنه اجتاز الاختبار، وفي الحقيقة هذه البرمجية كانت غير جيدة. وبالتالي عند اكتشاف هذه الحيلة أثرت على الشركة بشكل كبير،
وبعدين أصدرت الشركة أن هناك 11 مليون سيارة ديزل تم بيعها في العام في العالم كله، منها 500 في الولايات المتحدة لديها أو فيها جهاز الخداع أو برنامج الخداع على اختبار الانبعاثات. طبعا الشركة كانت في حرج كبير عقب ظهور هذه الأزمة، وخرج رئيس الشركة في الولايات المتحدة مايكل هورن وصرح قائلا: لقد أخطأنا خطأ فادحا. وكذلك صرح الرئيس التنفيذي للشركة بأن الشركة فقدت ثقة عملائها وثقة الرأي العام، وأننا قد بدأنا بالفعل بتحقيق داخلي. طبعا هذه الشركة قامت بسحب كل السيارات وعوضت الناس، أيضا اشترت منهم السيارة وعوضتهم تعويضات ومكافآت مالية. دفعت الشركة ما يقارب 4.3 مليار دولار نتيجة هذه الأزمة، بالإضافة إلى الخسائر الأخرى نتيجة التعويضة في سوق الأسهم، وأنه بعض الحاملين للأسهم قدموا شكاوي على الشركة. طبعا هذه الفضائح الكبيرة كانت على مستوى صانعي السيارات أيضا، ولكن كان تعامل الشركة حقيقة باحترافية نوعا ما. في السعودية طيب في عام 2009 أو 2015 أعتقد شركة تويوتا قامت دخلت في أزمة كانت، ولكن حلتها بشكل سريع بأن استدعت حوالي مليون سيارة تقريبا بسبب مشكلة في السلامة، في نظام السلامة. كانت المشكلة في دواسة البنزين، وهذا الخطأ المصنعي كان متعلق في الجودة. طبعا تواصلت مع العملاء بشكل مباشر واستدعت السيارات وقامت بإصلاح الخلل وتعويض بعض المتضررين. طبعا بعد ذلك أطلقت الشركة حملة بعنوان المضي قدما، لكي تقول للناس أننا نطلع إلى المستقبل معكم. أيضا لا ننسى في 2018 أيضا أزمة ستاربكس، عندما قامت باستدعاء الشرطة وطرد يعني رجلين كانوا من أصل أفريقي. طبعا كان السبب أنه تأخر في طلب الطعام أو الشراب أعتقد في ذلك الوقت. طبعا قامت حملة شعبية لمقاطعة ستاربكس، ولكن الشركة قامت بإجراء يعني سريع، اعتذرت عن اللي حصل وعدم تكرار هذه، وعدت بعدم تكرار هذه الحادثة مستقبلا، بل وقامت بإغلاق في اليوم التالي إغلاق كافة فروع في الولايات المتحدة، وقالت بأنها استدعت الموظفين لإجراء لهم عملية تدريب ضد التحيز العنصري. طبعا وأطلقت برامج شمولية لتعزيز الشمولية والتنوع في الشركة، وتوظيف عدة جنسيات سواء آسيوية أو أفريقية. طبعا هذه الحقيقة أنا في شغلة يعني ما مريت عرجت عليها، اللي هي طبعا بعد ما تحدثنا عن استراتيجيات الإعلامية للحفاظ على السمعة، الاستراتيجيات العشرة، هناك طبعا مصفوفة ممكن نستعرضها بشكل سريع، اللي هي مصفوفة الاحتمالية والأثر. ما مدى احتمالية وقوع الأزمة والأثر اللي ممكن تتركه الأزمة على المنظمة؟ طبعا فهم احتمالية تأثير أو تأثير المخاطر أو الأزمات أمر أساسي لإدارة المخاطر والأزمات. طبعا يقصد بالاحتمالية هنا مدى إمكانية حدوث حدث أو أزمة أو خطر ما أو مشكلة ما. ومن الضروري تقييم الاحتمالية بدقة لتقديم أو لتقدير هذا الأثر والمحتمل على المنظمة والعلامة التجارية. كما يمكن تصنيف المخاطر أو الأزمات على أنها ممكن تكون احتمالية منخفضة أو احتمالية متوسطة أو عالية، بناء على البيانات الحالية والبيانات التاريخية أو حتى تقدير الخبراء أو الإحصائيين. ويساعد تصنيف الاحتمالية في تحديد أولويات التعامل وتخصيص الموارد اللازمة لذلك إذا تطلب الأمر موارد مالية أو كفاءات أو كوادر. طبعا أما الأثر فيقيس هذا النتائج المحتملة أو خطورة حدوث أزمة إذا ما حصلت، كما يمكن للمخاطر ذات الأثر الكبير التأثير بشكل واسع على أهداف المنظمة المصارعة.
ويساعد تقييم الأثر في تحديد مدى الخسائر أو المفاسد المحتملة واتخاذ قرارات فعالة في هذا الشأن، وأيضا تساعد تقييم الأثر في تحديد مستوى تحمل المنظمة أو العلامة التجارية لتلك المخاطر وخطط تخفيف تلك المخاطر والأزمات. فمصفوفة الاحتمالية والأثر هذه هي أداة شائعة لتصنيف المخاطر بناء على الاحتمالية وقوة أو ضعف تأثير أو تأثيرها، وتساعد أيضا هذه المصفوفة على تحديد الأولويات من خلال التركيز على تلك ذات الاهتمام أو ذات التأثير العالي، سواء من حيث الأثر أو الاحتمالية، ومراعاة ذلك أن الاحتمالية المنخفضة ممكن أن تجاهلها أو ممكن معالجتها بشكل سريع. وتساعد أيضا هذه المصفوفة متخذ القرار أو صانع القرار في وضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر أو مراقبتها والاستجابة لها. طبعا هناك قاعدة، طبعا هي قاعدة حياتية أكثر من أنها قاعدة ممكن اتباعها في هذا الصدد في إدارة الأزمات والمخاطر، وهي قاعدة 1:10 100 ألف، وهذه القاعدة تسمى قاعدة تكلفة الخطأ، وهي من القواعد الإدارة الرشيقة التي تعتمد عليها الإدارة الرشيقة والتي تقود نحو الوصول إلى التميز المؤسسي. هي بشكل مبسط أن تجنب الخطأ أو أقل تكلفة من إصلاحه أو إصلاح تبعاته، بحيث أن تكلفة الضايع على سبيل المثال من الخطأ 1 دولار، ولكن تكلفة إصلاحها تكون 10 دولار إذا أصلح داخل المنظمة، ولكن إذا وصل الخطأ إلى العميل يمكن تكلفة إصلاحه 100 دولار، ولكن إذا كان تعرضت لسمعة المؤسسة أو المنظمة إلى أزمة يمكن تكلفته تتجاوز 1000 دولار على سبيل المثال. وهذه قاعدة جميلة حقيقة مفيدة حتى في نطاق العمل أو في الدراسة أو في الحياة بشكل عام. دعونا نستعرض الآن، هناك بعض المنظمات تقوم بوضع بطاقة للمخاطر وتصنفها، هذه البطاقات خضراء وصفراء وبطاقة برتقالية أو حمراء. الكثير من المنشآت تقوم بوضع هذه الخطة، طبعا خطة استجابة لكل سيناريو من سيناريوهات الأزمة من خلال نموذج البطاقة هذا، وتختلف خطة الاستجابة باختلاف المشكلة أو الأزمة أو حتى باختلاف نشاط المنظمة. ممكن هناك مثالين نأخذهم بشكل سريع حول إحدى الجامعات، إذا ما تم يعني أحد الأولياء الأمور قام بتسجيل فيديو، طبعا لأنه كان مشكلة مع أحد أبنائه الجامعة، وسجل يبدي اعتراضه أنه تم حرمان ابنه من الدراسة أو من الامتحان، وتحدث بهذا الفيديو ونشره على وسائل التواصل، يتكلم فيه عن سوء معاملة الجامعة أو الكلية مع الوضع اللي حصل مع ابنه. طبعا بغض النظر عن صدق أو الحادث أو، ولكن رفع الفيديو ونشر في وسائل التواصل. عادة يتم من خلال البطاقة تقييم الموقف في بداية بتحديد مستوى خطورة هذه الحادثة وكيف يمكن تجنبها، هل يمكن تجنبها أو لا يمكن تجنبها، أو أن ممكن أن تتصاعد هذه الأزمة وتكبر. وأيضا نحدد نقطة التصعيد اللي ممكن تحصل، والجمهور الأزمة من هم المتفاعلين مع الأزمة، والجهة المسؤولة داخل المنظمة عن الأزمة ورقم التواصل معها، والجهات المعنية أيضا داخل المنظمة، والإجراءات اللي ممكن اتباعها أثناء وقوع الأزمة هذه. في مثال آخر كذلك ممكن تحديد حسب نوع الأزمة إن كان مستواها أصفر أو برتقالي أو أحمر. طبعا هذه البطاقة مجربة وموجودة في كثير من المنظمات التي تعتمد أو يكون فيها إدارة متخصصة للمخاطر والأزمات. طبعا في خلال أزمة كورونا يمكن هناك دروس استفدناها جميعا أو استفادت حتى الحكومات خلال أزمة كورونا، منها أن التأهب مهم جدا في التعامل مع الأزمات من خلال وجود فريق متخصص أو فرق متخصصة ومتحدث رسمي، وأيضا الأزمة تقوم بتغيير السلوك، أو أن في الأزمات أن
يتطلب تغيير السلوك أن يكون أمر صعب، وهذا ما لاحظناه طبعا من خلال توجيه إلزام الناس باتباع الإجراءات الاحترازية، التباعد، الكمامة وغيرها. وكانت لذلك الرسائل كانت مكثفة، رسائل الجمهور من خلال المحتوى الذي يقدم كصور وفيديوهات ورسائل وغيرها. والتركيز أيضا على الجانب الإنساني كالحفاظ على الصحة العامة. أيضا كان وضوح الرسالة والهدف من الحملات التوعوية والإعلامية، وأيضا كان هناك معلومات مضللة حول تنشر بشكل كبير حول الأزمة، حول أزمة كورونا. لاحظنا أنه كان في هناك يطلعوا بحلول أو بعلاجات مختلفة. أيضا تجزئة الجمهور، مثل ما تكلمنا نحدد جمهورنا بدقة، طبعا هذه استراتيجية كانت مهمة، تحديد الجمهور سواء كجنس أو كعمر أو فئات الجمهور. أيضا كانت الثقة حقيقة والشفافية اللي عالجت فيها بعض الدول أو الكثير من الدول موضوع خلال أزمة كورونا كانت حقيقة هامة جدا. بهذا إن شاء الله أكون قد وصلت إلى نهاية المحاضرة، وأتمنى أن نكون قد أحطنا بأغلب الجوانب المتعلقة بموضوع الصورة الذهنية والسمعة وإدارة السمعة والأسس والقواعد التي تبنى عليها، وراجي من الله أن نكون قد وفقت في عرض المحاضرة بالشكل المناسب والمطلوب، وتكون قد حققت الهدف المرجو منه. وبطبيعة الحال وما التوفيق إلا من عند الله، أشكركم على حسن الاستماع، ونترك المجال الآن للأخوة أو للمداخلات أو للأسئلة، وتفضلوا. بارك الله فيكم. نعم، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك سعادة الدكتور على هذه المحاضرة الرائعة، نسأل الله أن يكتبها لكم في ميزان حسناتكم. نعم أحبتنا الحضور الكرام، نفتح الآن باب المداخلات والأسئلة كما يظهر أمامكم، فمن أحب أن يطرح سؤالا أو يشارك فبإمكانه رفع أداة اليد أو طرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. نعم دكتور أحمد الضحيك، تفضل، معك الصلاحية دكتور، تفضل. بارك الله فيك. شكرا دكتور عقبة على المحاضرة القيمة والنافعة والجميلة بصراحة، يعني استمتعت فيها جدا. حتى لا أطيل بسبب الوقت دكتور، مثل منصة أريد حاليا، كيف ممكن نبني استراتيجية بناء سمعة لمنصة أريد في المعطيات الحالية؟ يعني بتوقع اللي تفضلت فيه بالنسبة لبناء السمعة والصورة الذهنية مطبق على كل الشركات والمؤسسات والمنظمات والجامعات وإلى آخره، وحتى الحكومات يمكن. فمنصة علمية كمنصة أريد تعنى بتجميع الباحثين في مكان واحد، وإصدار خلينا نقول المجاميع البحثية والمشاركات العلمية و المحاضرات والفعاليات والورشات. هل يمكن إنشاء خلينا نقول خريطة ذهنية لإنشاء تصور خلينا نقول أو صورة ذهنية وسمعة لمنصات، وكيف يمكن مراقبتها بعد ذلك؟ يعني مع كل الشكر. نعم، الحقيقة طبعا هناك استراتيجية، مثل ما يمكن طرحنا أثناء المحاضرة، أنه موضوع تحليل بداية وتحليل الموقف الحالي للمنظمة. يعني إذا تكلمنا على منصة ريد، طبعا منصة ريد طبعا لها يمكن جوانب خدمات متعددة ومتشعبة، والحقيقة لها من السمعة الآن الكبيرة والصورة ذهنية جيدة لدى الباحثين على الأقل ومجتمع الباحثين. طبعا تقييم الوضع الحالي مهم لإعادة بناء
لمعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، معرفة ما هي الشيء المميز في منصة أريد، أو ما هي الأشياء اللي ناقصة ممكن تكملها حتى تبني الصورة دي. هناك طبعا في آلية معينة، طبعا بما أن المنصة، أنا حقيقة يعني ما أنا موجود في المنصة، ولكن كل يوم أتفاجأ من المنصة لها جوانب أو خدمات متعددة ومختلفة. وطبعا باعتبار الموجودين أو العناصر والكوادر الموجودة في المنصة مختصين جدا، أعتقد الجانب هذا مهم جدا أن نقوم فيه نحن كمختصين، أن نساعد المنصة في بناء إعادة بناء أو تعزيز الصورة الذهنية لها أمام الجمهور بشكل عام أو جمهور الباحثين بشكل خاص. نعم. نعم دكتور، حضورنا الكريم، من أحب المشاركة فليرفع أداة اليد أو يطرح سؤاله مباشرة في صندوق الدردشة الشات. نعم أحبتنا الكرام، بإمكانكم طرح سؤالكم مباشرة أو رفع أداة اليد لمن أحب أن يشارك. طبعا هذا المؤشر يعطي يا اما كانت المعلومات غنيه وكافيه او معلومات كانت غير واضحه. لا والله دكتور، ما شاء الله، الله يجزيك الخير، عندي يعني محاضرة كانت أكثر من رائعة، معلومات كلها واضحة ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك إن شاء الله. الله يسلمك، الحقيقه نحن التزمنا بالوقت ايضا ان شاء الله. نعم، نعم. طيب على بركة الله إن شاء الله نختم، ومن ثم نشرح طريقة الحصول على الشهادة. الكلمة الختامية مع حضرتك دكتور عقبة، فلك الكلمة، تفضل. الحقيقة أنا اسمحوا لي باسمي أنا وباسم الحضور جميعا أن أشكر منصة أريد والأستاذ عدنان والدكتور أحمد، وأيضا نظام عليم التعليم الإلكتروني والقائمين عليه على حسن تنظيم وإدارة هذه المحاضرة. وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم وكتب لهم الأجر والمثوبة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم، وكانت محاضرة جدا رائعة وماتعة، نشكر لكم هذه المعلومات القيمة، وبارك الله فيكم. نعم أحبتنا الحضور الكرام، ننتقل مباشرة إلى شرح عملية الحصول على الشهادة لهذه المحاضرة القيمة، واسمحوا لنا أن نشارك معكم الشاشة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سوية بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة في خانة البحث منصة أريد العلمية، فتظهر بالصورة الواضحة أمامكم. أرجو أن تكون الصورة واضحة. نعم أحبتنا الكرام، بالنسبة للأعضاء المسجلين في المنصة، فبمجرد الضغط على تسجيل الدخول ننتقل مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للمنصة، ويطلب فقط كلمة المرور، البريد الإلكتروني عفوا، وكلمة السر. وبالنسبة للأعضاء الذين لم يلتحقوا بعد بالمنصة، فبإمكانهم الضغط على سجل مجانا في أسفل الشاشة، ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والاسم باللغة الإنجليزية، وكذلك بريد إلكتروني فعال، وكلمة مرور وتأكيدها، واختيار الدولة التي نحن فيها. وأيضا يوجد هناك شرح مبسط لعملية التسجيل في أعلى الزاوية تشاهدونها. طبعا بمجرد الضغط على زر التسجيل سيأتي من المنصة رابط إلى البريد الإلكتروني الخاص بنا، وبمجرد الضغط عليه سيتفعل الرابط،
ومباشرة نصبح أعضاء رسميين في المنصة. ننتقل بعدها إلى صفحة الرئيسية للمنصة أو ما يسمى بالحائط، ونختار منها في الطرف الأيمن نظام عليم. تشاهدون أمامكم نظام عليم في الطرف الأيمن في الزاوية السفلى. نختار نظام عليم. بعدها ننتقل إلى أقسام نظام عليم، نختار منها المحاضرات القادمة. وتظهر أمامنا جميع المحاضرات، نختار منها المحاضرة التي نحن بصددها، الصورة الذهنية وإدارة السمعة. نضغط على الرابط فننتقل مباشرة إلى رابط الحضور، وهنا قبل هذه الصورة تظهر زر التسجيل، فبمجرد الضغط عليه يعني نأخذ رابط الحضور، ومن ثم نحدث الصفحة فتظهر أمامنا الروابط الخاصة بالشهادة باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية. عند الضغط على هذه الأزرار نختار الشهادة مثلا باللغة العربية، تظهر أمامنا هذه الصفحة، وبمجرد الضغط على تحميل الشهادة إلكترونيا سوف نقوم بتحميل الشهادة. وهذه الشهادة برسوم رمزية قدرها 5 دولار فقط، وهذه الرسوم وذلك لاستمرارية المنصة. وبالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فبإمكانهم تحميلها مجانا، وهذا هو النموذج الخاص بالشهادة باللغة العربية. شاهد هنا أمامكم، وأيضا هذا النموذج الخاص بالشهادة باللغة الإنجليزية. نعم أحبتنا الكرام، أيضا بالنسبة لعملية تعبئة الرصيد فتشاهدون في أعلى الزاوية اليسرى علامة الزائد، نقوم بالضغط عليها فننتقل مباشرة إلى صفحة تعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق منها عبر أعضاء أريد أو البطاقة الائتمانية أو الباي بال، وأيضا شركاء الحوالات المالية، وأيضا عبر الويسترن يونيون. وهناك فيديو مرفق لعملية تعبئة الرصيد، شرح مفصل لعملية تعبئة الرصيد. أيضا أحبتنا الكرام، قمنا بوضع رابط تقييم المحاضرة وبإمكانكم الضغط عليه فتظهر مباشرة أمامكم رابط تقييم المحاضرة كما يظهر بالصورة الواضحة أمامكم. أرجو منكم تعبئة الاستمارة ومن ثم إرسالها إلى المنصة. نعم أحبتنا الكرام، أيضا ننوه إلى أننا إن شاء الله سوف نقوم برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب التي تظهر أمامكم، ووضعنا رابط الخاص بها أيضا في صندوق الدردشة الشات. وبإمكانكم العودة لجميع المحاضرات التي قدمت في المنصة. إلى هنا أحبتنا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه المحاضرة القيمة. نختم بكفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.